المركز القاضي للصلاة والمصلحة المهنية اللي هو صناعة الشيش. تمام؟ كلام حضرتك النهاردة عن مهمة الوقاية الشخصية. فكرة أنا إمتى أحتاج مهمة وقاية شخصية ويعني إيه أختار مهمة وقاية شخصية، دي حاجة مهمة. مش أغلبية الناس بتنجح أو توفق إن هي تعرف توصل للمعلومة دي كويس. فدورنا شوية اللي إحنا قاعدين كده إن إحنا نعرف نحط مواصفات كويسة لمهمة الوقاية الشخصية. بس من البداية كده، هو أنا إمتى بحتاج مهمة الوقاية الشخصية؟ إمتى أقول إن أنا محتاجة مهمة الوقاية الشخصية؟ آخر حاجة كمان، أنا لو جيت سألت حضرتك في البداية كده وقلت لك أنا عايز أعمل أي مشروع من المشاريع اللي وارد إن حضرتك تكون مشتغل فيها، أي مشروع وليكن مصنع حديد وصوب، أنا محتاجة إيه؟ أولا أحدد المخاطر. تمام، يعني identify هذا الـ identify محتاجة شوية معلومات عشان أقول إن أنا عملت تعريف كويس للمخاطر. ايه هم شويه المعلومات دول؟ كلمه identify دي كلمه كويسه قوي، انا متفقه معاك، ولو كملنا كمان شويه هنعرف نجيب يعني ايه. بس فكره انا محتاجه كام معلومه عشان اقدر اقول ان انا هعمل تحديد للمخاطر كويس. اتفضل يا فندم. ده عملت قياسات من ناحيه البيئه ومن ناحيه الضجيج. تمام، قبل القياسات بشويه انا محتاج اعرف من حضرتك اربع معلومات عشان انا اقول ان انا بشتغل سلامه وصحه مهنيه كويس. اتفضل يا فندم. نوعيه العمل اترجم نوعيه العمل دي في كلمتين حلوين يبقوا اسهل واسهل وابسط. الاربع معلومات المقصود بيهم حضرتك فين، يعني ايه حضرتك فين؟ احنا بنتكلم سلامه وصحه مهنيه، يبقى انا عايز اعرف حضرتك فين، يعني حضرتك جوه العمليه الصناعيه ولا بعيد عنها. ادي واحد. نوعيه العمل اللي حضرتك تقصدها بترجمها كمان، طبيعه العمل اعرف اترجمها كمان بمعلومتين. المعلومتين دول هما الماشين اللي حضرتك بتشتغل بيها. انا من الاول قلت لك مصنع حديد وصلب، جوه الحديد والصلب ده في ماشين شكلها عامل ازاي، في معدات شكلها عامل ازاي، وبالتالي ادي نمره 2. نمره 3 من ضمن المعلومه اللي انا سالت حضرتك عليها، حضرتك قلت لي انا بشتغل في الحديد والصلب، يبقى شكل الرو ماتيريال اللي حضرتك بتتعامل معاها ايه؟ مين الماده الخام اللي حضرتك بتشتغل عليها؟ حديد. تمام، حديد او المعادن بانواعها المختلفه. الثلاث حاجات دول كويسين كده يخلوني اعرف اعمل تعريف او تحديد للمخاطر اللي انا بشتغل بيها كده. كويس ولا لسه ناقص واحده؟ لا ناقص واحده. الواحده اللي احنا نقصدها دايما اللي احنا بنقول عليها الميثود، الطريقه اللي حضرتك بتشتغل بيها. وبالتالي لو انا عرفت اقول مين الاربع ميمات دول او الاربع ام زي ما الكتب بتحب تسميها، يبقى انا عملت تحديد للمخاطر اللي الباشمهندس سال عليه، انا حددته. مين اللي بيقوم بالشغلانه دي؟ كل الناس اللي بتشتغل في العمليه الصناعيه. وبالتالي انا عملت بدايه سيستم سلامه وصحه مهنيه كويس. السيستم ده ما يوصلنيش ان انا اقول ان انا عرفت مخاطر. لا، الاول كل الناس كانت بتشتغل في السلامه والصحه المهنيه كانت لما تيجي تقول انا بشتغل في مخاطر، يعني بقول كلام جنرال، يعني بتعرض ولا ما بتعرضش. شويه شويه مع مرور الوقت بقى في حاجه اسمها ريسك اسسمنت، تقييم مخاطر. المخاطر دي حضرتك بتقيمها ازاي، بتوزنها ازاي، بتحدد درجه خطورتها ازاي. مش بس مجرد ان انا اقول حضرتك بتتعرض ولا ما بتتعرضش، لا، اوزن لي حجم الضرر اللي حضرتك بتتعرض. فدخلنا في فكره انه ازاي حضرتك تعمل مصفوفه زي دي اللي احنا بنسميه تقييم مخاطر عدد. انا مش هتكلم عن ده لانه اكيد حد من زمايلي اللي قبل مني اتكلموا عنه. انا عشان اوصل لفكره مهمه الوقايه الشخصيه انا عايز اعمل جدول زي ده، الجدول اللي حضرتك قلت لي فيه الاربع معلومات اللي احنا اتفقنا عليهم على حسب نوع النشاط. بعد ما حضرتك حددت احتمال ان الضرر يحصل وشده الاصابه شكلها عامل ازاي، بقى مطلوب من حضرتك انك تاخد اجراء. مين الاجراء اللي حضرتك هتاخده؟ مين ده؟ هل انا محتاجه ان انا الجا لمهمه الوقايه الشخصيه زي ما حضرتك بتقول خط الدفاع اخير، ولا هشتغل على اللي قبل منه؟ الشكل اللي قدام حضرتك ده هو المقياس الامن ان حضرتك تتعامل مع اي نوع من انواع المخاطر، سواء كيمياء، فيزياء، بيولوجي، كهرباء، ميكانيكا. هو ده الشكل، والشكل ده متحدد في مواصفه كمان. اللي يعرف من حضراتكم الاساس 18000 واحد، تمام، وصف 18000 واحد حتى ده كستاندرد مواصفه جوده لنظام سلامه وصحه مهنيه، انه في بند مهم قوي انه حضرتك بتحدد الخطر الاول وازاي تعمل له تحدي. تمام، وبالتالي انا اشتغلت صح وانا مشيت بالاسلوب ده. هوصل في الاخر لفكره ان انا استخدم مهمه وقايه شخصيه. انا قلت لحضراتكم اساس او 18000 واحد. 18000 واحد على فكره لحد دلوقتي ما تعتبرش ايزو. احنا دلوقتي ومن ضمن الدول اللي بتشتغل فيها، وارد ان حضراتكم تكونوا بتتعاملوا معانا في نفس الفكره دي، ان احنا بنعمل مواصفه ايزو 45000 واحد. حد من حضراتكم سمع 45000 واحد؟ كان جديد يا دكتور كاس.
45,000 واحد دي بدل هتحل محل الأساس 18,000 واحد هتبقى مواصفة أيزو. حضرتك لو خدت بالك أي منتج بيطلع في أي بلد يخص السلامة والصحة المهنية عمره ما بيتكتب عليه أيزو 18,000 واحد، هو بيتكتب أساس 18,000 واحد. اللي هيتعمل دلوقتي 45,000 واحد، إيه الفرق ما بينهم؟ أو أنا بجيب سيرة الكلام ده ليه؟ لأن وارد كمان شوية لما يجي لحضرتك الموصفة عشان تعمل عليها إبداء رأي تبص تلاقي الشكل ده بقى مختلف، أسلوب التحكم بقى مختلف. من ناحية احنا دايما لما بنيجي نقول لحضرتك الهدف ان احنا نوصل لمخاطر صفر، ودي حاله مثاليه قوي، ان انا هبتدي الاول اعرف المخاطر دي ايه وازاي اعمل لها تحكم. اول وسيله تحكم بالفكر ان احنا نمنع الضرر من الاساس من المصدر، حضرتك تعمل له منع. وفي نفس الخط تيجي حاجه اسمها استبدال واحلال، اكيد حضراتكم عارفين الفرق ما بينهم. تمام. طيب هل حضرتك موافق انه الاثنين يبقوا في مرحله واحده ولا اقسمهم؟ الاستبدال والاحلال. لا يعني اقصد انا احط المنع الإليمينيشن الأول وبعدين تحت منها الإحلال والاستبدال، ولا الاثنين في نفس الخط زي ما هي موجودة قدام حضرتك كده؟ في نفس الخط، مش لوجيك يعني، مش منطقي. تمام. هو ده اللي عليه التصويت دلوقتي عشان تطلع 45,000 واحد، إن أنا أخلي الشكل مثلث زي اللي قدام حضرتك كده وأشتغل بالأسلوب ده، إن الاثنين ليهم نفس الأهمية ولا أفصلهم، وبالتالي الشكل ده ما بقاش مثلث بقى حاجة تانية. تمام. طيب يمكن مش هدخل في تفصيل ده قوي لان المواصفه لسه ما طلعتش فما اقدرش احكم، بس انا اللي يهمني ان حضرتك تعرف الفرق. طب انا عملت منع استبدال في صوره ان انا بدلت ماده كيميائيه بماده كيميائيه ثانيه، تمام، بدلت معده بمعده ثانيه، تمام، احلها يعني انا معناها ان انا شلت العمليه الصناعيه كلها وجبت لحضرتك واحده جديده تحل محلها، وارد ان هي تبقى احدث بهدف ان انا امنع عن حضرتك مخاطر. تمام. ما عرفتش اعمل ده، بننزل على اللي بعد منه. اللي بعد منه المقصود بيه تحكم هندسي. يعني ايه تحكم هندسي؟ هرجع تاني لنفس الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الاربع معلومات اللي حضرتك قلتهم لي، في واحده فيهم تعرف تقول لي حجم الضرر اللي طالع شكله عامل ازاي؟ وارد يبقى التحكم الهندسي في صوره فنتليشن سيستم، نظام تهويه، تحكم ضوضاء، اركب كوازن صوت، اركب مواد عزله، على حسب حضرتك محتاج ايه. ما عرفتش هنزل اللي بعد منها اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، يعني ايه تحكم اداري وايه صور التحكم الاداري. مش هناخد فيه وقت كتير عشان انا اللي يهمني فكره مهمات الوقايه الشخصيه. يعني ايه تحكم اداري؟ تدريب. التدريب واحده منهم. ماشي. وانا واقف على حضرتك تعليمات واحده منهم. تمام. اللي الناس بتحب تسميها في الكيمياء الاس او بي. تمام. بس شكله عامل ازاي؟ ليه فورمه معينه. ليه فورمه معينه. المفروض ان انا لو هكتب تعليمات هكتبها بالشكل اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي. روتيشن اللي احنا بنسميه اقلل التعرض بالوقت. تمام. فكرة ان انا احط لحضرتك تعليمات زي ما الباشمهندس قال. تمام. فكرة ان انا اعمل ايه كمان؟ اعمل فحص طبي دوري، ده برضو من ضمن التعليمات. فكرة ان انا استخدم رموز وعلامات، ده برضو من ضمن وسائل التحكم الاداري. وبالتالي هما دول الحاجات اللي احنا نعرفها. اسهل حاجة عشان نعرف ندخل في الكلام ده بسرعة، ده نموذج بتاع الاس او بي اللي حضرتك ده. الاس او بي هو معناها تعليمات الامان الخاصة للشغلانة بتاعت حضرتك. تمام. شكله بيبقى عامل ازاي؟ لازم حضرتك الاول تحط له عنوان، وتحت العنوان ده المجال اللي حضرتك هتشتغل فيه، مين المجال ده، وشويه تعريفات. ولو حضرتك عرفت تعمل لي شكل بياني للاجراء التحليلي بتاع الخطوات اللي حضرتك هتحط لها تعليمات، ده بقى شكل كويس، ده نموذج لازم اشتغل عليه طالما ان انا بدل حضرتك تعليمات بالشكل ده، ما عنديش حاجه ثانيه اشتغل عليه. تمام. برده هننط ده ليه؟ هيهمني تاني فكرة الكونفايند سبيس. انا لما اقول لحضرتك انت هتشتغل جوه خزان ولا جوه تانك، ايه التعليمات اللي انا مفروض اديها لحضرتك عشان اامن وجودك فيها؟ دي تعليمات. نمرة 2، الفحوص الطبية اللي انا مفروض اعملها للناس اللي هتشتغل جوه الكلام ده. وبالتالي انا بعمل متابعة 1 2 3 4 عشان في الاخر اضمن ان حضرتك لما تنزل وتطلع مفيش فيه مشكلة. بالاضافة في الاخر خالص حضرتك هتستخدم مهمة وغاية شخصية. مين؟ حاجات كتيرة. اولهم شكل البدلة، لو حضرتك هتستخدم بدلة جوه ادي 1 2، الحاجة اللي حضرتك هتستخدمه لو هتنزل بيه، لو هدي حضرتك اسطوانة هواء، اسطوانة الهواء دي شكلها عامل ازاي. وبالتالي الاداري دايما بيتبع تحكم استخدام مهمات وقاية شخصية، ده اساسي. طيب هنبط شوية كمان. حاجة من ضمن الحاجات المهمة واللي تأثر في فكرة التحكم الاداري ان انا اعمل هاوس كيبنج كويس. هاوس كيبنج كويس المقصود بيه تنظيف النظام. تمام. هاوس كيبنج كويس حاجة من ضمن الأنواع أو الموديلات السيستم اللي قدام حضراتكم ده، اللي الناس بتسميه 5S أو 5T. حد من حضراتكم سمع قبل كده على 5S أو 5T؟ تمام.
هو سيستم في بدايته ياباني تمام، الناس بتشتغل عليه دلوقتي بتحاول تطبقه جوه الشركات بهدف ان انا احقق جوده وكفاءه للعمليه الصناعيه بتاعتي عن طريق ان انا بطبق خمس كلمات اولهم ت تمام. بتبتدي الاول بتصنيف احتياجات حضرتك، حضرتك محتاج مين ومش محتاج مين، طيب واللي مش محتاجه ده حضرتك هتوديه فين، ده سؤال مهم، كل ده جوه التصنيف. وايه وسيله التصنيف اللي حضرتك بتتبعها؟ يعني ان حضرتك هتعمل حروف A B C على حسب حضرتك عايز مين ومش عايز مين، ولا هتحط الوان، ده كله موجود. طيب اللي حضرتك محتاجه هتحطه قريب منك، واللي مش محتاجه هتبعده على حسب برضو تكرار الاستخدام. ده المقصود بفكره التصنيف، ترتيب، عشان اقول ان المكان ده مترتب. يعني ايه مترتب؟ كل شيء في مكانه. حضرتك حسبتها كده كل شيء في مكانه تمام. ينفع ازود حاجه كمان؟ حسب الاولويه. حسب الاولويه تمام تمام. في حاجه قاعده اسمها فيفو. يعني ايه فيفو؟ فيرست ان فيرست اوت، ده حسب الاولويه اللي حضرتك تقصد تمام. في حاجه كمان يعني ايه ترتيب عشان احكم على ان المكان ده مترتب؟ فهارس تمام. لا دايما عشان احكم ان المكان ده مترتب ولا مش مترتب لازم اقيسه بزمن تمام. زي ما حضرتك بتحط اي سيستم في الدنيا عشان تقيس كفاءته، الكفاءه دي بتتقاس بواحده من اثنين، يا اما زمن يا اما فلوس تمام. بما اني لو انا بتكلم على اوضه زي دي عشان اقول ان هي مترتبه كويس، حضرتك خدت تايم قد ايه من تحت لحد ما توصل لحد هنا؟ عاده في الاعمال الورقيه بيبقى زمن ما يزيدش عن 5 دقائق او 10 دقائق، ان حضرتك توصل للحاجه بتاعتك في زمن 5 دقائق ولا 10 دقائق تمام. حضرتك عملت تصنيف وترتيب. فكره الهاوس كيبنج، المقصود بالهاوس كيبنج يعني لو حطيت لحضرتك شويه ميه في الارض نتج عنها خسائر اتحسب على السلامه والصحه المهنيه، هل كل مره هتبقى ميه ولا وارد تبقى حاجه ثانيه؟ ممكن وارد تبقى حاجه ثانيه. حضرتك هتتعامل مع الحاجه الثانيه ده ازاي؟ اعرف على حسب حضرتك تعرف معلومه عن الحاجه اللي اتدلقت دي. عندي ماتيريال سيفتي داتا شيت تقول لي اللي اتدلق ده هعرف اجمعه برمل وميه تمام بالظبط. خلاصه ايه؟ لو وقع في الارض في بيطلع منه انبعاثات بيعمل حضرتك حاجات شكلها عامل ازاي، وبالتالي انا وصلت المعلومة دي اللي وقع ده انا هتعامل معاه ازاي؟ لا ده ولا ده ولا ده ولا ده. بعد التلميع او التنظيف اللي الناس بتحب تسميها، انا عملت سيستم. ايه معيار ان حضرتك عملت سيستم؟ ان السيستم ده يبقى ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني كل الناس وصلت لها معلومه. انا وحضرتك اتفقنا انه لما نطلع من تحت لحد فوق في زمن 5 دقائق، هل كلنا متفقين على انه 5 دقائق ولا هيزيد ولا هيقل؟ طالما ان انا عملت السيستم يبقى انا وارد انه يزيد او وارد انه يقل، بس في الاخر كلنا اتفقنا انه لما نطلع هنا هنطلع في 5 دقائق تمام. وبالتالي المعلومه وصلت لنا كلنا باي صوره من الصور. بعد ما حضرتك حددت في 5 دقايق، انت حددت 5 دقايق ليه؟ عشان تقيس كفاءة النظام. هل حضرتك بتعمل تقييم للنظام ده كل شوية؟ ولا انا حطيت حاجة ملهاش لازمة؟ زي ما كلنا في مكان شغلنا بنعمل فاير دريل تمام؟ تجربة حريق. حضرتك لما بتعمل تجربة الحريق تيجي تقيس في الآخر الزمن اللي انت حاسبه هو هو اللي اتحقق ولا فيه زيادة ولا نقص؟ وزيادة والنقص ده المفروض حضرتك تعملها ايفالويشن. احنا دلوقتي بنشتغل على الخمسة اللي احنا عارفينهم. اليابانيين زودوا اثنين كمان. الى حد ما بنحاول نطبقه. الكلام ده مفيد قوي في الشركات كبيره، في المخازن، في المعاملات الورقيه، الارشيف والويوي، وبالتالي بيحقق جوده كويسه. ده صوره من صور التحكم الاداري. حاجه كمان اللي تهمني واحده من صور التحكم الاداري فكره استخدام الكلر كود. كده دكتور؟ نعم. اخر اثنين اللي زادوها اليابانيه كان عندي انه دخلوا السيفتي من ضمن الحاجات، من ضمن الاس سيفتي، انك كل شغلانه انت بتعملها بتاخد سيفتي. السبعة اعرفها بالياباني بس ما عرفتش اترجمها بالعربي لان انا اصلا اتدربت في اليابان، فاجيب لك معناها بالعربي. اوكي. الكلر كود المقصود بيها انه اي مواصفه في الدنيا، اي مواصفه في الدنيا ينفع احدد لحضرتك حجم الخرطر عن طريق الوان متفق عليها دوليا زي اللي قدام حضرتك. ادي واحده. اثنين، اشكال في صوره المعلومه اللي حضرتك عايز تديها لي. حضرتك عايز تديني معلومه عن ايه؟ هل انت بتديني معلومه ولا بتحذرني ولا بتنبهني؟ وبالتالي الكلام ده متحدد في مواصفه، في مواصفه للالوان بس 18000 واحد جزء من الاجراء بتاع التحكم. طيب معلش انا هلعب لعبه صغيره كده معاكم عشان ما نقصرش على وقتنا. فكره ان انا عندي حاجه زي كده تمام. مطلوب من حضرتك انك تمنع المخاطر المتوقعه. الاول هو في مخاطر ولا مفيش مخاطر وازاي امنعها؟ في مخاطر تمام، امنعها لحضرتك ازاي؟
ده جزء من الكلام اللي احنا كنا بنناقشه دلوقتي، فكره ان انا عندي مخاطر مطلوب مني ان انا اعملها كنترول. اول شيء ازاله الشيء اللي هو والله مش كل الاوقات اكسسبل، وده تحكم هندسي غير مسار. تمام انا وانت متفقين كده. حط يافطه. تمام يبقى انا استخدمت كلر كود بهدف ان انا اقول لحضرتك المعلومه. تمام في حاجه كمان احنا كده اتفقنا على حلين. في حاجه كمان ينفع اقلل بيها حجم المخاطر اللي موجوده هنا؟ طيب معدات وقايه شخصيه. تمام ادي ثلاثه صح. اشوف الارض ممكن فيها اي شيء. الارض هو الخوف مش من الارض اكتر قد ما هو الماسوره دي وجودها في مجال حركته لما تخبط فيها وقع على الارض. تعديل هندسي طيب. ما الباشمهندس قال اغير مسار الانبوبه. تمام فانا احنا اتفقنا مسار الانبوبه ويافطه او الوان. تمام ممكن عزل ايزوليشن ازاي؟ يعني ممكن تعزل هذه المنطقه. تمام بس عزل المنطقه انا فهمت كده المعنى. إيه؟ طب ينفع اقول لك كلمه عزل المنطقه دي نخليها حاجه ثانيه؟ ان انا ادرب الناس انه فكره المنطقه دي فيها هازارد، اديهم زي اس او بي كده او تعليمات انه لما تعدي في الحته دي غير الكلر كود ان يعني انا ان المنطقه دي فيها مشكله فبتلافى انك تعدي من الحته دي. دول اربع حلول، دول اربع حلول اللي احنا نعرف نعملهم صح ولا في حاجه كمان؟ قول يا باشمهندس. اكتب طول الانبوبه في صوره ممكن المينيمم هايت او الكلير هايت اللي حضرتك تعرف تعدي فيه. كمان في صوره برضو تعليمي شغل ان انا اقول لحضرتك ما تعديش. نعم تغيير المسار زي ما الباشمهندس بيقول عملت عزل للمنطقه دي. تمام ماشي احنا كده متفقين ان احنا وصلنا لحاجه يا اما هندسي يا اما اداري في صوره واحده من ثلاثه، يا اما مهمات وقايه يا اما الوان يا اما اديت لحضرتك تعليمه او ارشاد عملنا عنك خطر او اصابه. طيب ده ما يهمنيش دلوقتي، خلينا بقى ندخل في الجزء اللي يهمنا اكتر، فكره يعني ازاي استخدم مهمه وقايه شخصيه وازاي اوصفها. تمام في ضوء الاربع معلومات اللي حضرتك عملتهم المفروض انه بقى عند حضرتك جدول زي ده، وانت اخذت اجراء او اقترحت حل، الحل ده في كل مره الهدف منه انه بيمنع احتمال ولا بيمنع شده اصابه؟ يمنع احتمال. تمام انا وانت كده متفقين اي حل من الحلول اللي احنا بنحطها الهدف منها ان انا اقلل الاحتمال اللي عند حضرتك. وارد الاحتمال ده يقل خطوه واحده عن طريق تحكم هندسي او ان انت تكمل لحد ما تستخدم مهمه وقايه شخصيه مناسبه. التعريف بالمناسبه يعني مناسبه للضرر اللي حضرتك بتشتغل عليه. ادي واحده المناسبه عشان تبقى مناسبه يبقى لازم في فاكتور اوف سيفتي فيها، يعني معناها في مواصفات، في حد وصى عليها، في حد عمل لها تيست عشان اقول ان دي مناسبه للضرر اللي حضرتك بتتعرض. بالمناسبه في حد من حضراتكم او البلاد اللي حضراتكم بتمثلوها عندها مواصفات محليه لمهمات الوقايه الشخصيه؟ لا تعرف كل ده مواصفات دوليه. احنا بنشتغل على الانترناشونال زي ما حضرتك بتقول، يا اما اوروبي. احنا في مصر هنا بيجي لنا واحده من ثلاثه، اما اوروبي يا اما امريكي. تمام في طور ان احنا نعمل مواصفات مصريه محليه صح زي ما انت بتقول. دخل مؤخرا الصيني والسنغافوري والهندي. فهنحاول قدر المستطاع ان احنا نتكلم عن كل دول. سؤال، انا لما اجي اوصف مهمه وقايه شخصيه ينفع اعمل قائمه كده اديها لكل الناس اللي قاعدين هنا او اديها لكل المصانع ونتفق احنا كلنا مع بعض ان حضرتك لازم تطبقها او ان هي اكسسبل عند كل الناس؟ لا لا. تمام ماشي طبيعه الشغل. طيب اقول لك على حاجه وتوافقني او تختلف معايا، ينفع احط من 60 ل 70% من المحتويات بتاعتها؟ تمام ممكن. محتويات ال 60 او 70% اللي ممكن انا وانت نحطها ايه؟ مش مهمه مخاطر. ها مش مهمه مخاطر. مخاطر يعني ايه مشترك بيننا وبين بعض ممكن نحطه في قائمه بناء عليها هحط له توصيف لمهمات الوقايه الشخصيه؟ مخاطر تاثر ادوات السلامه الشخصيه. تمام ابدا من اللبس الكمامات. تمام انا اللي اقصده ايه بيبقى عندي مخاطر جوه بيئه العمل؟ طالما ان احنا اتفقنا ان انا هعمل قائمه، القائمه دي احط لها مواصفات مهمات وقايه شخصيه، وارد تطابقني وارد تزيد شويه عن الباشمهندس باختلاف نوع النشاط. احنا عاوزين ده الهدف من السؤال. المخاطر نحددها يعني متناسب مع الحراره. ايوه بالظبط الحراره. ماشي صح الحراره. الاشعاعات تيجي منين؟ ليها مصدرين، مصدر حراره اشعاعات كونيه اشعاعات كونيه. تمام لا انا ما اقصدش الانواع، انا اقصد مصدرها منين. الاشعاع ممكن يجي من فصول واحده من اثنين، يا اما جاي من عمليات لحام ودي ممكن تبقى مشتركه بيننا وبين بعض لانها موجوده
في المنشأة فيها ورش خدمية. أدي واحد. الإشعاع بقى التاني وارد يبقى من نوع من أنواع الأفران اللي بنستخدمها في العمليات الصناعية. وبالتالي لازم أعرف نوع الفرن ده إيه. ده مصدر إشعاع وأنا موافقة معاه. وبالتالي وارد إنه يبقى محطوط لو أنا بتكلم على ورشة خدمية عامة بيننا وبين بعض. أدي واحد. إيه كمان؟ أبدي. تمام. بس يمكن فكرة النويز دي مرتبطة أكثر بالصناعة. لكن لما أقول في منشأ خدمي زي إحنا قاعدين في فندق مثلاً وارد ما يبقاش فيه ضوضاء. إضاءة. تمام. أسلاك كهربائية أنا متفق معك. أي منشأ لازم يعمله توصيلات كهربائية يبقى أحط حد أدنى. الفولت اللي ماشي ده شكله عامل إزاي؟ لو زاد شوية عند الباشمهندس الصناعة فيها محول يبقى هعلي شوية المواصفات اللي عندي. لا تريبة والأغبرة. تمام. لو أنا بس بتكلم على مخزن مخزن عادي بخزن فيه حاجة التراب أساسي. لو أنا اتكلمت على نوع صناعة يبقى حضرتك هتعرفي المادة الخام اللي داخلة صورة التراب دي مين. تمام. في حاجة كمان؟ كل ده احنا بنحط عناصر بس ممكن احطها جوه قائمه زي اللي قدام حضرتك دي والله يوزعها على الناس. احنا عملنا كده السنه اللي فاتت في مصر بهدف ان انا يبقى عندي مينيموم داتا بيس. مينيموم المينيموم ده بتقول حجم المخاطر اللي في المنشآت شكلها عامل ازاي وبالتالي لما يجي لي احصائيات اقدر اتنبأ بحجم المخاطر دي كويس ولا لا. تمام. في حاجه كمان ادخلها ليها علاقه باللحاس الاهتزازات على حسب نوع الصناعه. وارد ان الصناعه فيها ماشين تسبب اهتزاز وارد ان ما فيهاش. تمام. بس هنلاقي بيننا وبين بعض مشترك ممكن يكون نوع الماده الكيماويه. يعني اي منشاه ايا كان نوعها سواء صناعيه او غير صناعيه عندها اوضه الاوضه دي فيها شويه منظفات شويه تنر شويه وارد ان هي تزيد حجم المواد الكيماويه على حسب طبيعه النشاط. لو واحد بيشتغل في صناعه بويه ولا دهانات يبقى بيحتاج اعرف تفاصيل شويه عن المواد الكيماويه لكن ابسطهم شويه التنر والكلور والديتول اللي احنا بنستخدمهم في عمليات التنظيف. تمام. حاجه كمان مشتركه ابسطهم لو جيت طلبت من اي واحد من حضراتكم في مكان شغله انه يعمل عمليه تداول او نقل لاي حاجه عنده بينقلها ازاي يدوي في احتمال انه تقع الحاجه على رجله يبقى انا محتاجه اوصف سيفتي شوز مناسبه ادي انا عايزه. تمام. لكن لو صناعي عمل بناء لو صناعي الصناعي جاي حضرتك بتقول يبقى انا بتعرض لطريقه الصناعه دي يبقى احتمال ان الحاجه تقع يا اما على دماغي يا اما على رجلي وبالتالي انا محتاجه اوصف لاني جزء بتعرض يبقى انا ينفع احط محتويات من 70-80% في القائمه وحضرتك ترجع بعد كده تبقى ده انا اشوف موصف بقى عشان الناس ما تتضايقش منه. حضرتك بتحتاج الخواذ ليه؟ قاعده الراس من اي سقوط مواد. انا اريد انه في حاجه حضرتك تضغط فيها من اعلى. تمام. او في نفس المستوى اللي جاي الاخضر بتاع الماسوره اللي احنا كنا بنتفرج عليه من شويه. تمام. بس لا احنا بنحط تمام اتزحلق او يتزحلق ويقع على راسه. تمام. او اصطدام. تمام. هو ده اللي انا اقصده يا اما من اعلى يا اما في نفس المستوى او احتمال انه يحصل لحضرتك صدمه كهربائيه نتيجه انك بتعدي من تحت سلك الكهرباء ومش في كل مره سلك الكهرباء ده مش معزول. في حاجه كمان ممكن تستخدم ضد اشعه الشمس. ضد اشعه الشمس خليني اخد كلمه ضد اشعه الشمس دي احسنها شويه واقول لك الحراره. تمام. زمان الناس قبل ما كانت بتستخدم مهمه وكاله شخصيه كانت بتفكر ان الاتقل هو اللي بيوفر حمايه اكتر. كلامنا مش صح. الاتقل مش دايما بيوفر الحمايه. بالاضافه ان انا كل ما زودت وزن الحاجه اللي حضرتك بتلبسها يبقى فكره ان حضرتك هتستخدمها ده بقت ملغيه ملهاش لازمه. حتى الان في شركه امريكيه سيرتي صنعت قفازات يعني مصدر صدمات مثلا الاهتزاز حضرتك تقصد. لا مش الاهتزاز الصدمات او القطع. القطع حاجه هي معموله بماده ما اعرف استناني بس ورق في حاجات هتشوفها. تمام. ماشي. اللي اقصده انه فكره ان الحاجه لما بتزيد وزنها حضرتك مش هتستخدمها. اتفضل يا فندم. حتى المفروض هي بتحذر الناس انه يعني هو رجل عامل يشتغل او مهندس مدني يعني بتحذر يعني حضرتك توصل وسيله تنبيه باستخدام دلالات الالوان مثلا. نعم. ماشي. صح. ماشي. انا متفق مع حضرتك بس اللي اقصده فكره ان الوزن كل ما زاد كل ما حضرتك مش هتستخدمه فبقينا نستخدم بوليمر زي ده بوليمر بوليكربونات بي بي سي و و و البوليمر ده لما بيتفاعل مع الشمس او مع الحراره تحديدا لو انا بقول ان البتاعه دي انا شاريها لحضرتك عشان خايفه من احتمال ان يقع على راسك حمل 10 كيلو لما حضرتك بتشتغل في الشمس كل يوم 8 ساعات ال 10 كيلو دول هم ولا قالوا 10 كيلو غطي المفروض لا انا اقصد ان انا خبطت دي عليها 10 كيلو حضرتك بتشتغل كل يوم في الشمس 8 ساعات بتقل بنسبه قد ايه يعني ال 10 دول بقوا كام الله اعلم خلينا متفقين الله اعلم هتبقى ازاي وبالتالي فكره المؤشر بتاع الحراره ده بقى يتخذ في الحسبان مؤخرا. تمام.
تحديدا شويه شويه الشركات ابتدت تعمل حاجه تانية مهمه قوي. انا عشان اعرف المقاومه دي بقت 10 ولا 8 لازم ناخدها عندنا المعمل. احنا من ضمن الجهات بما اننا في طور ان احنا نعمل معمل اختبار مهمات الوقايه الشخصيه او مواصفه لاختبار مهمات الوقايه الشخصيه، فعندنا معمل زي ده عشان اقول ان الخوذه دي مطابقه ولا غير مطابقه وفقا للمواصفات الانترناشونال اللي حضرتك بتقول عليها او المواصفات العالميه سواء اوروبي او امريكي. لازم اعمل شويه اختبارات عشان اقول الخوذه دي مناسبه لحضرتك، يعني هتوفر حمايه لحضرتك من المخاطر اللي حضرتك بتتعرضها. اول اختبار فيه فكره ان انا لو رميت تقل على البتاع دي هتتحمل مقاومتها قد ايه، والله بتختلف على حسب البلد اللي جاي منها او على حسب المنشا اللي جاي منها. نعم على حسب جوده السنه. لا الجوده المقصود بيها الماتيريال دي تقدر تشيل قد ايه. انا قلت لحضرتك البولي كربونات او البولي استيرين اللي مصنوع منها البوليمر ده كويس، بس كويس ده كلام بينا وبين بعض. مثلا في سؤال، مثلا اذا في تاجر مثلا تعامل مع مؤسسه على اساس يعني اوفر باكج يشتري مثلا تمام هاخد منك مين الصين راح للصين وعامل وشاف يعني باع تبدل المواصفات تمام. لا معلش مع اخطائي انا فهمت هو يقصد ايه. يقصد ان الصين جابت لي 100 خوذه انت هتستفيد ايه او انتوا دوركم ايه؟ مش انت تقصد كده؟ احنا دورنا ايه؟ دورنا واحد من الاثنين تمام؟ واحد من الاثنين زي اي حد فينا، احنا كلنا بنتكلم مع بعض. زي اي حد فينا بيروح يشتري اي مهمه وقايه شخصيه بيروح يشتري معيار الجوده. معيار الجوده على اسف التعبير نقص. يعني ايه نقص؟ يعني ما حدش فينا بيروح يشتري اللي هو حاجه اللي هو عايزها. معيار الجوده كلنا مرتبط بالفلوس او بالسعر، وبالتالي اللي بيحكمنا الارخص هو اللي بيشتريه تمام. لا انا مش عايزه ده، انا عايزه في الاخر اللي دخلك من بره نحقق معايير انا وانت متفقين عليها. ادي واحد، يعني لما اقول انه في مصر متوسط الحوادث اللي بتحصل ان الناس بتموت نتيجه ان في حمل بيقع على راسها 10 كيلو، يبقى اللي داخلي كله بيوفر حمايه ضد ال 10 كيلو. ادي نمره واحد. استفدت من واحد ايه؟ استفدت من واحد انه بالتالي اللي داخل ما بقاش ارخص، اللي داخل كله بقى بنفس السعر. عمره ما هيبقى الصيني هيضرب الامريكي في السعر عشان خاطر يحقق مكسب. لا، هي المعايير واحده. عمرك ما هتلاقي باثنين وب 10، هيبقى ب 10 ب 8 ب 9 رينج واحد. دي واحده. التاني جزء منها خدمي. يعني ايه جزء منها خدمي؟ اللي انا بقوله ده على مستوى المؤسسه او على مستوى الدوله. الجزء التاني خدمي. خدمي المقصود بيه حضرتك اشتريت مهمه وقايه شخصيه واستخدمتها شويه تمام، وارد انك بعد فتره عايز تتاكد من مدى كفاءه البتاع ده، النوع ده كويس ولا في حاجه غلط. هتقولي طب ما هي في مواصفات محققاه، ماشي الكلام ده في الخيوط. لكن في الفلاتر، الفلتر اللي حضرتك بتستخدمه للجهاز التنفسي، هل حضرتك في كل مره بتتاكد ان الفلتر اللي عند حضرتك ده سليم ولا اكسبايرد؟ تمام. وبالتالي بقى جزء منه للدوله للمواصفات اللي داخله لك، وجزء منها لحضرتك كمنشاه عندك فلاتر وعايز تتاكد ان هي دي لسه فيها مدى ان حضرتك تستخدمه ولا هي كده خلاص ملهاش قيمه وحضرتك ترميها. تمام. بعض الاختبارات بتبقى متلفه، وبعض الاختبارات بتبقى لا بتقيم حاله الحاجه بس. تمام. اللي انا بقوله ده ان فكره ان حضرتك ترمي طفل على خوذه ده مش متلف، في حين ان في اختبار ثاني ان حضرتك تستخدم حاجه لازم تخرم الخوذه. الهدف من خرمها ان انا هشوف الخرم ده وصل لحد فين في راس حضرتك، هل هيعمل لك ضرر ولا هو بعيد. تمام. مدى صلابته يعني. هي في كل الاحوال المواد فيها درجه صلابه، بس انا اسف التعبير في فرق ما بين انه القلم ده لو انا بقول الابره وانا قصدي الشكل ده ابره، لما تخرم دي هتخرم سنتي ولا هتخرم توصل لحد راس حضرتك وتعمل لك اصابه. فده المقصود انه دول اختبارات اساسيه عشان اقول ان المنتج ده مطابق ولا مش مطابق. لكل نوع من انواع الخوذ لكل نوع من انواع الخوذ احنا بنطلع الخوذ او الشركات بتطلع الخوذ الاول في شكلين، حضرتك تختار الشكل اللي يعجبك. بس تحديدا مش من ناحيه الشكل بس، الشكل مرتبط بالوظيفه الى حد ما. يعني ايه الشكل مرتبط بالوظيفه؟ الفرق بين واحد واثنين هو شكل، لكن المتخصصين قوي يقولوا لحضرتك ان واحد ده انا خايفه من اكتر درجه هيوصل لراس حضرتك منين؟ من اعلى. من اعلى تمام. فانا بعمل الخوذه دي حواليها 10 سنتي، ده اللي بتعمل فيه تيست. نمره اثنين. نمره اثنين لا انا ما بخمنش. يعني ايه ما بخمنش؟ يعني وارد يبقى من فوق وارد يبقى من جنب، فانا بعمل الاختبار من فوق هنا ومن هنا من فوق ومن الجنب تمام. طيب حجم المخاطر اللي حضرتك بتتعرض لها في مكان شغلك ايه؟ مين؟ مين؟ هل هو فكره صدمه بس ولا صدمه وكهرباء؟ وبالتالي الشكلين اللي بيطلعوا لحضرتك دول بيطلعوا بعد كده في ثلاث فئات. الثلاث فئات دول على حسب اولويات حضرتك او الضرر الاهم بالنسبه لحضرتك في مكان شغلك. هل هو صدمه الاول؟ بس ما ينفعش اقول صدمه الاول واسكت. ما
لازم احط حد ادنى من العزل الكهرباء. حد الادنى من العزل الكهرباء ده الناس اتفقوا عليه انه 2200 فولت، 2200 فولت، وبالتالي كلنا نقدر نستخدم الفئه الاولى. تمام، 2200 مش 220، 2200 فولت. تمام، دي الفئه الاولى. الفئه الاولى، الفئه الثانيه ال 2200 فولت لبعض الناس وارد انه يبقى رقم قليل قوي ما يعملوش حاجه، فرفعنا الفولت لحد 20000. لا ده ولا ده. الفئه الثالثه بتاعت الناس اللي بتتعامل مع الحريق، وحضرتك لما تخش تتعامل مع الحريق حضرتك بتتعرض لمخاطر مين؟ ايه المخاطر اللي حضرتك بتتعرض لها عشان اقول اوصف صوره مناسبه؟ الحراره. تمام، حاجه كمان في اي معنى؟ لا في الراس، ده في الحريق. سقوط المواد، الراس، سقوط الحريق. فانا عايزه حاجه تكون مقاومه للصلب زي اي خوذة في الدنيا، بعمل لها اختبار، بالاضافه ان انا راعي ان الماده دي ما تتاثرش بالحراره. فدايما الخوذ بتاعه الحريق بتبقى مصنوعه من سبيكه الالومنيوم، سبيكه الالومنيوم مش الالومنيوم. تمام، زي ما بقول لحضرتك قصه بقى التفاعل مع الشمس عشان احكم ان الخوذه دي مطابقه ولا مش مطابقه، كنت باخدها في المعمل عندي اعيشها نفس الظروف اللي حضرتك بتعيشها، وبعدين في الاخر اقول مطابقه ولا مش مطابقه. مؤخرا شركه صارت حكايه السنسور ده، السنسور ده كله وظيفته ان هو بيقيس التفاعل اللي بيحصل بين البلاستيك والحراره. ما قلتش الشمس لان وارد الناس اللي بتشتغل قدام افران تستقبل حراره، وبالتالي وارد ان هو يحتاج يلبس خوذه، وبالتالي كل ما الخوذه دي ابتدى لونها يتغير او الفتحه دي ابتدى لونها يتغير بقت بيضه، ده معناه ان الخوذه دي بقت بايظه. زي ما وارد انه عند حضراتكم في المنشآت او في المشاريع الانشائيه تحديدا لما حضرتك بتسلم واحد خوذه بتقول له ايه؟ هيغيرها لك بعد 6 شهور، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ 6 شهور ده معامل امان، بهدف ان انا لو البتاعه دي باظت الحقك ما تستخدمهاش وهي بايظه، لانه وارد في الفتره اللي هي ما تبقاش شغاله فيها يحصل لا قدر الله لحضرتك حادثه. ده اللي معظم الناس اللي بتستخدمه في دول الخليج تقول لحضرتك كده تحت امرك. انا مهندس، انا بعرف ان الخوذه في عليها تاريخ انتهاء. تمام، صح، صنع يعني تاريخ الانتهاء بتاع اي خوذه بيقول لحضرتك من 3 ل 5 سنين في درجه حراره قد ايه، ما بيقولهاش لحضرتك. صح، لكن لما درجه الحراره تعدي الليمت اللي احنا بنعمل عليه اختبار جوه المعمل، يبقى معنى كده ان المقاومه دي ما بقتش 3 سنين، بقت اقل. بقت اقل كمان بالظبط، عشان كده حضرتك بتقول لي 6 شهور بس. الخوذه دي لو حضرتك بتشتغل بيها ساعات الذروه، ساعات الذروه يعني مقصود بيها حراره ممكن توصل 55 و60 ودرجات حراره عاليه اللي احنا بنشتغل فيها لمده 8 ساعات، يعني واحد شغلته مثلا وهي بره في سايت 8 ساعات، البتاعه دي تعيش معاه سنه. فعشان كده حضرتك لما بتقول لي 6 شهور انت حاطط لنفسك معامل امان 6 شهور جاي. يعني ممكن اشتريها جديد بس تاريخ الصنع منتهي مثلا؟ لا، عمرك ما هتلاقي منتهي، بس انا اللي اقصده ان هي وهي جديده وتاريخ الصلاحيه مكتوب عليها، بس هي مقاومتها قلت نتيجه التفاعل اللي حصل مع الحراره. نعم. زي استاذنك معلش، دي مكتوب عليها ان هي تاريخ الصلاحيه بتاعتها 3 سنين. تمام، صح. لو انا شغلتها طول يوم في الشمس درجه حراره اعلى من المعدل ما بقتش 5 سنين، بقت سنه، اللي هو بيحققه المؤشر ده، ان ده بعد سنه خلاص اللون بتاعه كله بقى ابيض. بس اقول ما شكلها بومرانج بمزوا علينا برضه عمل. بصي يا باشمهندس، شويه زياده ومش هطول فيهم. فكره انا قلت لحضرتك ان احنا بنرمي تقل على الخوذه عشان اقول ان المقاومه دي تشبه مقاومه الظروف الطبيعيه اللي بتحصل لحضرتك في الموقع. تمام، ده انا كمان عشان اتاكد ان الكلام اللي انا بعمله بجد ما هوش نص، اني نص من دول تتفق مع احنا يعني شكل الراس نفسه عشان اضمن انه ده الوضع الطبيعي اللي بيحصل في الموقع. هو ده، ما بقاش بطلع لحضرتك منتج وانا مش متاكده ده صح ولا غلط. احنا دايما بنشتغل على الاولانيه. تمام، اللي هي تمثل المواصفات الاوروبيه، اللي في النص دي استراليا. تمام، وبالتالي كل ما غيرت المواصفه اللي انا بشتغل عليها عشان احقق معايير جوده للمنتج بتاعي، انا لازم اغير الميكانيزم الحمل اللي انا برميه. تمام، وشكل الراس اللي بتستقبل الحمل ده عامله ازاي. الخوذه بتاعت حضرتك مختلفه عن الخوذه بتاعت الموتوسيكلات، صح ولا غلط؟ صح. صح ليه؟ الحراره. الحراره زياده الهواء، لا سقوط. فكره انه حضرتك لما بتبقى واقف في مكان شغلك حجم اكبر ضرر بيجي لحضرتك فين؟ نعم. نص الخوذه حضرتك هتلاقي دايره كده صغيره معموله في نص الخوذه وحواليها دايره 10 سم، دي اكتر حاجه حساسه في راس حضرتك. تمام، لو نقلها صدمه اثرت على دماغ حضرتك، يعني نقلت الضرر للمخ وبالتالي اصابه. لكن الراجل اللي راكب الموتوسيكل هيحصل له ضرر امتى؟ في
الله ينقل. الله أعلم ورد على جنبه ورد على رأسه من ورا من ناحيتي من قدام الله أعلم. وبالتالي ما عمره هيكون كده على رأسه يعني إيه عمره كده على رأسه يعني ما فيش حدا هتيجي الرأس من فوق صح؟ لا هو اللي هيقع وبالتالي الخط أنا مش عارفة في أني وضع. فبص حضرتك كام مرة بيتعمل الاختبار كل مرة بزاوية مختلفة عشان أضمن أن أنا غطيت المساحة كلها وبالتالي حضرتك مؤمن ما حصلتش حادثة للراجل اللي راكب الموتوسيكل ده. من ايه بقى؟ انا محتاجه اوفر حمايه لعيني. حضرتك بتقول ملوث عشان انا اوصف صح عشان انا اقول صح اشياء كثير كتير قول الكتير واحنا نعد معاك. الحرارة الغبار اللحام الشراش الشمس الرايش تمام. في فرق بين التراب والرايش؟ ده سؤال. في فرق من ناحيه حجم هو ده اللي انا عايزه اقوله. كل ما زاد الحجم بتاع الحاجه كل ما بقى الضرر بتاعها مؤكد وبالتالي انا عايز امنع الضرر. انفراريد الترا فايلوت ان شاء الله. فكره الحجم عشان اوقفه من ضمن الحاجات اللي بقينا نستخدمها البلاستيكات ومصنعاتها. مصنعاتها المقصود بيها ده بولي كربونات. البولي كربونات من ضمن خواصه ان هو غير قابل للكسر بس ده الكلام اللي احنا نعرفه بيننا وبين بعض. لكن الجودة ما بتعترفش بالحاجات دي او المناسب عشان معنى كلمة مناسب يعني في معامل امان. مين اللي قال البولي كربونات ده ما بيكسرش؟ مين اللي قال؟ مين اللي يحكم؟ المعمل تمام. فبناخد العدسة دي باعتبارها اهم جزء عند حضرتك وبنرمي عليها كور من على ارتفاعات مختلفة. كور صوم وزنها ممكن يوصل في بعض الحالات لحد 3 كيلو بهدف ان النظارة دي لو كسرت ما بقتش جودة. يبقى انا بنصب عليك. يبقى انا قلت لك البولي كربونات بيتحمل وهو ما يتحملش. تمام. ادخل على اللي بعده. اللي بعده مقصود بيه لا قبل اللي بعده فكره شكل النظاره ده يهمني انه تغطي عين حضرتك عشان ما يوصلهاش من اي جنب. دلالات الالوان ليها علاقه ولا مالهاش علاقه؟ ليها علاقه بالشمس. ليها علاقه بالفتره اللي حضرتك بتشتغل فيها في اي يوم في اي وقت في اليوم تمام. بتزود درجه الوضوح بتاعه الرؤيه بس ما يمنعش انه احنا بنتعمل كمان اختبارات في المعمل عشان نتاكد ان هي ما بتعملش تشتيت للرؤيه تمام. اني لون اقرب او اني لون يريح حضرتك وارد انك لو بتبص في كتالوج بتاع مهمات الوقايه الشخصيه تلاقي اصفر ورمادي ولبني و و و اني لون بالاخف نعم حسب طبيعه العمل تمام. بس اقربهم لحضرتك اقربهم لحضرتك الرمادي واللبني اقربهم لحضرتك الرمادي واللبني. بس سؤال يعني يعني احجام العاملين يعني واجسامهم تختلف يعني بس هل المقاسات هذه موحده من الاسود في مقاسات لا معينه؟ لا في مقاسات يعني نظاره مثلا تمام. يعني مثلا انا قلت لحضرتك ان دي مقاومه للصدمات بفعل الرايش او الرمل تمام او التراب. دي عشان تقربها وتبعدها عن وش حضرتك بتلاقي في نوع منها كده بسوسته بيطلع وبينزل عشان حضرتك تتحكم في درجه القرب ودرجه تظبط مقاسها على وشك تمام. واحده زي كده لابسه نظاره وعايزه استخدم ده تمام يا اقرب يا بعد عن طريق السوسته اللي بتبقى موجوده في الدراع. يعني المقاسات يعني موجوده لكن بالنسبه ما على الان بعدين لا ما ليه احنا واحنا بنطلع البتاع دي انا اعتبرت ان العدسه ده اهم جزء عملت له اختبارات تمام. بس حط عليها شويه حاجات شويه حاجات يعني البتاع دي بتحضرتك بتستخدمها في الشمس. الشمس طبيعي بتطلع اشعاعات وبالتالي بتاخد كود عليها. الكود ده الهدف منها ان هي توفر كمان الماكسيمم حمايه من الاشعه الكونيه اللي حضرتك بتشتغل في الظروف دي اللي هي فوق بنفسجيه والحاجات دي تمام. لو عايز تديها للناس يبصوا عليها انا ليه جايباهم معايا لانه فكره الخامه في ايد حضرتك دي بتفرق. بيبقى بيدي احساس اكتر انك حسيت بالحاجه اللي في ايدك. كل حاجه من الحاجات اللي في ايدك عليها المواصفه اللي انا بحكي عليها عليها رقم بتقول ان في حد بص عليها حد عمل لها اختبار. يعني لازم حصل مختبر مهندس نعم يعني مختبر مختبر محقق جوده. انا عمري ما هطلع منتج وابيعه غير لما يكون واخد شهاده معايره ان ده مطابق للمواصفات. المشكله كانت الصوره طيارة الصوره يعني اذا كان صوره عقار هذا المشكله. ناس كثيره بتلبس مهمات وقايه شخصيه بيحصل لها حوادث لانه ما حدش قال ان دي اللي تناسب حضرتك صغير. وعشان كده الناس اللي بتتعور وهي لابسه مهمات وقايه شخصيه حقها فين؟ لا انا كنت متاكد من هذا التاني اللي الباشمهندس كان بيتكلم عليه فكره اللحام. اني نظاره بقى للحام؟ اني نظاره؟ النظاره السوداء. ايوه السوداء. درجه العتامه دي بتختلف على حسب ثلاث معلومات لازم حضرتك تقوليهم لي. ايه هما الثلاث معلومات؟ نوع اللحام اللي حضرتك بتشتغل بيه دي معلومه مهمه. نمره 2
مدة التعرض ما تفرش، بس انا عايز اعرف نوع اللحام ادي واحد. نمرة اتنين، لو حضرتك بتستخدم الكترود، الالكترود اللي حضرتك بتستخدمه مين؟ يعني المعدن او السلك اللي حضرتك بتستخدمه ده مين؟ المادة ايه وقطرها قد ايه؟ لانه ده بيأثر في الوميض اللي طالع. تمام؟ نمرة تلاتة، الفولت اللي حضرتك بتشغل عليه ده برضو بيتحكم في درجة الوميض اللي طالع، وبالتالي اعرف اوصف نطارة زي دي. بتاخد دلالات الواء، دلالات ارقام 1 2 3 4 على حسب الشغلانه اللي حضرتك بتقولها لي، اعرف اقول لحضرتك مين بيستخدم ايه. ما يرتبط باللحام، ما يرتبط باللحام حضرتك لما تيجي تعمل فحص للحام ده عشان تتاكد ان هو سليم، شوفناه حضرتك بتعمل فحص ازاي؟ الحين شوفها انت في كذا نوع من انواع الفحوصات، واحده منهم باستخدام الهواء المضغوط سبراي، مؤخرا بقى باستخدام التصوير. التصوير يعني معنى كده حضرتك بتستخدم اشعاع مين؟ اكسري. الله اعلم على حسب الجهاز اللي حضرتك بتشتغل فيه، في ناس بتستخدم اكسري، في ناس بتستخدم جاما، في ناس بتستخدم اشعه سينيه. يبقى انا محتاجه من حضرتك معلومتين. مين المعلومتين دول؟ الشعاع اللي حضرتك بتستخدمه مين؟ اسمه، اسمه ايه؟ لان اسمه ده بيتحكم في الثيكنس بتاع النظاره، وشدته قد ايه؟ شدته بتاخد درجه عتامه بالارقام زي النظارات بتاعه اللحام. الفوق بنفسجيه والتحت الحمراء، كده كده اي نظاره بتطلع بتاخد كور، بتاخد زي ما حضرتك بتروح تعمل نظاره للشمس فبتحط لها لون اللي هو جراي وبراون والحاجات دي. تمام؟ لكن اللي اقصده بالشعاع، الشعاع المقصود بيه مؤخرا سمعنا كلنا عن فكره تصحيح الابصار بالليزر، صح؟ حضرتك بتستفيد من ميزه الليزر انك تصلح النظر بتاعك، تمام؟ قصادها اللي بيشتغل بيتعرض لمخاطر الليزر، فانا لازم اعرف الليزر ده نوع الشعاع اسمه، انه شعاع ليزر شدته قد ايه، عشان اعرف اقول البس لحضرتك نظاره مين، رقم كام. فكل حاجه ليها ميزه ليها عيب، تمام؟ او قدر المستطاع اوفر حمايه من العيب اللي انا بتعرضه قدر المستطاع. بتتصنف من ضمن مهمات الوقايه الشخصيه بتاعه المواد الكيماويه فكره وجود مغسله تشيل، انا اسف افرفشه، فكره وجود مغسله تشيل حجم الضرر. ايه بقى توصيف المغسله دي؟ مين المغسله؟ بتتوصف بحاجتين، حاجتين يعني كميه الميه اللي بتطلعها، ادي واحد. نمره اتنين، مكانها فين؟ لا قدر الله لو وصل لحضرتك ضرر، هو اكيد هنروح المستشفى، اكيد. بس هتروح ازاي؟ يعني ايه هتروح ازاي؟ مش بوسيله، يعني اصلا هتروح ازاي؟ هتروح بحجم ضرر شكله عامل ازاي؟ بالتالي يهمني كميه المايه اللي هتطلع منها، الفلو بتاع المايه قد ايه، والمسافه اللي حضرتك هتمشي لها لحد ما توصل للنقطه اللي هتشيل بيها الضرر، نقطه مكان وجود المغسله دي. وبالتالي انا اعرف اقول ان انا كده وفرت لحضرتك سلامه وصحه مهنيه كويسه من مخاطر الماده الكيماويه، تمام؟ طب ده المغسله. طب لو هلبس حضرتك نظاره مقاومه للمواد الكيماويه، البولي كربونات كويس ولا محتاجه ان انا اغيره؟ يعتمد. تمام صح. اديني بقى المعلومه اللي هي تقول مين الماده الكيماويه اللي انا بتعامل معاها، ماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعتها اللي تقول لي البولي كربونات هيتفاعل معاها ولا هيقدر يقف قدامها. الحاجات المخففه البولي كربونات يقدر يوقفها، لكن في الماتيريال سيفتي تسجيل المعلومه. يعني اي منتج انا بشتريه بيقول لحضرتك جوه المكون ده مواد ايه. يعني على سبيل المثال الازازه دي، الازازه دي جواها حمض وميه، الحمض ده مين؟ تمام. وساعات لو انت اتكيت على المورد بتاعك شويه يقول لك نسب الحاجات اللي جوه دي ايه، وبالتالي انا عرفت ان النضاره اللي هيوصلها حمض كبريتيك اكيد عمرها ما هتقدر تستحمل لو حضرتك جبت لها حمض تاني عادي، وبالتالي لازم اعرف نوع الماده الكيماويه اللي حضرتك بتتعامل معاها. مثال شهير جدا، مش عارفه حضراتكم كان في زمان ولسه مستمره في بعض المنشآت فكره انك تعمل عمليات شحن للبطاريات، تمام؟ ولو ان مؤخرا البطاريات بقت كلها بطاريات جافه، بطلنا حكايه الشحن دي، فكره ان حضرتك تزود حمض. الحمض اللي حضرتك بتستخدمه في عمليه الشحن ده تركيزه قد ايه؟ حضرتك بتستخدم حمض كبريتيك تركيزه ما يقلش عن 40 50 60 كمان في المية. معنى كده انه لو وصل لعين حضرتك بالسلام، بعد الشر يعني بالسلام. لو حضرتك حطيت البولي كربونات هيتفاعل مع الحمض وهيوصل الضرر لعين حضرتك، يبقى انا ما عملتش حاجه. فساعتها بنبدل العدسات دي بحاجه اشد مقاومه، واحده منهم حاجه اسمها اكريليك وحاجه اسمها اسيتات، واحده من الاثنين تقدر توقف الحاجات الشرسه اللي ممكن توصل لعين حضرتك وتعمل ضرر او تعظم الضرر. تمام.
يعني ايه ضوضاء؟ صوت غير مرغوب طبيعي، صوت غير مرغوب فيه، ولا انه يبقى عالي ولا يبقى واطي. صوت غير مسموح الستاندرد يعني ابوف 8 ان اكسيد 85 ديسيبل. 85 تمام. الناس بتعرف ازاي يحب يقولوا ايه؟ تضغط وتخلخل بيمشي، استناني بس، بيمشي في وسط صح؟ تمام؟ تضغط وتخلخل، الموجه بتاعت الصوت بتمشي عامله كده اهو. الفريكوانسي تمام. الفريكوانسي ده عشان حضرتك تمشي في وسط، الوسط ده يبقى انا بدايه شغلي، يعني انا بعمل تحكم ازاي، يبقى انا بمنع الصوت انه يوصل لحضرتك ازاي، انا يهمني اعرف الوسط عشان اعمل لحضرتك حمايه منه. يبقى الاول لما بيبقى فيه صوت بعمل تحكم هندسي وبعدين تحكم اداري. احنا عندنا في القانون بتاعنا قانون العمل المصري بيقول لحضرتك ان الحد الامن 90 ديسيبل 8 ساعات. احنا 85 المواصفات الانترناشونال، انا كنت لسه هقول لك بتقول 85 8 ساعات. هو تحديدا من بدايه ال 85 ده بيمثل كلورا، يعني من اول 85 حضرتك لازم تاخد اجراء. تمام. طيب هستخدم مهمه وقايه شخصيه وما عنديش حل تاني غيره، استخدم مين امتى؟ يعني البس مين امتى؟ والله انا من اول 85 اللي احنا متفقين عليها بينا وبين بعض لحد 100 110 انا بستخدم واحده من السدادات دول على حسب الماده المصنوعه منها، اعرف اقول لحضرتك بتقلل قد ايه. في اشكال كتيره قوي للسدادات، حاجه اسمها بوليوريفير، كل اللي حضرتك بتعمله منها بتعمل لها خفض في الحق تمام، وتشد ودانك لفوق والبره وتدخلها جوه قناه السمع وتدوس عليها دقيقه. بص انا لما ضغطت عليها رجعت لحجمها الطبيعي تاني. هو ده المطلوب، انه زي ما كل واحد فينا ليه بصمه صباع مختلفه، حضرتك شكل تجاويف الاذن من جوه دي مختلفه، يعني عندك بصمتين في جسمك ربنا خلقهم، صباعك وودانك من جوه، وبالتالي البتاعه دي بتبتدي تاخد شكل ودان حضرتك من جوه. يبقى انا منعت ان الصوت يوصل لحد الطبلة ومنه للجهاز السمعي، دي واحد تمام. الثانيه دي السيليكون، السيليكون ده نوع من انواع المطاط اللي من قدام ده طري، حضرتك تعرف تدخله جوه قناه السمع عادي من غير ما يحصل ضرر ولا مشكله. طب دي بتقلل كام ودي بتقلل كام؟ الاثنين على حسب نوع الماده المصنوعه منها، ده نمره واحد، وطريقه لبس حضرتك ليها بتقلل في حدود من 15 ل 25 سدادة. اشمعنى قلت من 15 ل 25؟ لان انا ما حددتش، لا لان انا ما حددتش نوع الماده المصنوع منها، ادي واحد. نمره اثنين ما حددتش كل واحد فينا هنعرف نلبسها صح ولا غلط، يعني انا عمري ما اقول ان الباشمهندس 100 والباشمهندس 100 هنا هتقلل 25 هنا هتقلل 25، ده عمري ما اقول. زمان قبل ما المواصفات تتعدل وتتحدث كنت حضرتك لو بصيت على اي علبه بتاعت مهمات وقايه شخصيه هتلاقي مكتوب عليها رقم واحد. كلام ده غلط، في المواصفات الحديثه اتلغى، لازم ادي لحضرتك مدى. المدى ده بيعبر عن حاجات كتير، منهم نوع الماده المصنع منها، دي واحد. نمره اثنين طريقه لبس حضرتك ليها. ثلاثه اي شركه بتطلع مهمه وقايه شخصيه ما بتطلعش وتيجي تسال حضرتك انا خدت القرايه فين؟ يعني ايه خدت القرايه فين؟ هل انا جيت خدت القرايه والباشمهندس قاعد في مكانه ثابت، ولا هو بيتحرك في اجزاء المنشاه بتاعته؟ يعني الميه اللي هو بيتعرض لها دي من حصيله اللي هو بيتعرض له في اليوم الواحد. وبالتالي الاصح لو وقعت تحت ايد حضرتك كعلبه مهمات وقايه شخصيه ان هي تبقى مدى كده. يعني كيف عرفت ان المهندس من 15 ل 25 الرقم او اللي رجع؟ منين؟ طب تمام. بص يا باشمهندس كل علبه بيطلع عليها معدل الخفض بتاعها، تمام؟ ادي واحده. اثنين زياده امان لحضرتك عشان اتاكد بقى ان حضرتك لابس البتاع دي صح ولا غلط. بينزل مع مهمات الوقايه الشخصيه نويز سورس، مش نويز سورس، ساوند سورس، حاجه علبه كده صغيره بيبقى عليها تردد صوت. كل اللي حضرتك بتعمله بتحط دي في ودانك وتحط فوقها السماعات وتشغل الجهاز ده. لو جوه قاس مقدار خفض للصوت 15% يبقى حضرتك لابس البتاع دي صح وتقدر تحكم على نفسك. حضرتك فهمتني؟ نعم. تمام. يبقى بالتالي انا ممكن اعمل لحضرتك اختبار وانت واقف في مكان شغلك احكم بيه ان كانت البتاعه دي هي اللي تناسب حضرتك، انا موصفه لك منتج صحيح، ادي نمره واحد، وطريقه لبس حضرتك ليه. السوفت وير ده متاح على النت على فكره، اللي بيدخل على السايت بتاع النايوش بتاع امريكا هيلاقي السوفت وير ده موجود. اعلى من 110 بقى، احنا قلنا من اول 85 لحد 110 حضرتك بتستخدم سدادة، اعلى من كده قدام حضرتك انك تستخدم كتم صوت. كتم صوت انا سالتك من شويه الصوت بيمشي ازاي، انت قلت لي تضغط وتدخل في وسط، مين الوسط ده؟ هو ده اللي احنا بنلعب فيه هنا.
دول الحته دي عباره عن دايرتين، الدايرتين دول ما بينهم وسط، الوسط ده هو اللي بيحدد مقدار الخفض. هل هو ان انا شلته من الهواء فرغت الهواء وبالتالي الصوت لما يجي يدخل مش هيلاقي سكه يمشي فيها فيقف، ادي واحد، ولا حطيت لحضرتك هنا ماده عازله؟ تمام، مين عرف لي ده مين؟ وبالتالي لو اعرف ده مين اقدر اقول لحضرتك ده بيقلل من 15 لحد 35. تمام، يعني لو انا وانت متفقين ان احنا بنشتغل عند 20 اسف 120 شيل 30 35 يعني رجعت للحد الامن اللي احنا بنتكلم عليه. طب اعلى من كده؟ اعلى من 120، اعلى من 120 دي بنلاقيها في حالتين. انا قلت لك في البدايه في مصنع حديد وصلب بيشتغل على معدن تخنته قد كده، فوارد ان الصوت بتاعه نتيجه عمليات التشكيل بمكابس ثقيله ممكن يوصل 140، ادي واحده. نمره 2، الناس اللي بتشتغل في الرانوي بتاع الطيارات بتتعرض لضوضاء ممكن توصل ل 130 140. فبالتالي كل اللي انا اقدر اعمله واحده من اثنين، يا اما لبسه سداده تشيل 20 25 وفوقها كده صوت يشيل 30، انا كده وصلت لل 50 الخفض اللي انا عايزاهم، ده حل. او الحل الثاني بتيجي خوذ زي دي بتركب عليها كواتم صوت. طب ما ايه الفن اللي انا عملته؟ يعني الفن ان انا من جوه كمان ببطنها بمواد، المواد دي تعزل الصوت. الصوت عامل زي الحرامي. يعني ايه عامل زي الحرامي؟ لو انا قفلت له سكه الجهاز السمعي بتاع حضرتك بيوصل عن طريق العظم بتاع الجمجمه، يبقى انا كده قفلت كل السكك اللي ممكن بيها الصوت يوصل لحضرتك. لازم اسمع شويه. ده السؤال اللي انا كنت هسالك بيه بقى دلوقتي. طب ما انا قلت ان البتاعه دي او الكاتم ده بيقلل 30 دي، تمام؟ طب ما هو الراجل اللي بيشتغل على 110 تمام او 100 لو جبت له دي ما حدش له 30، يعني ميزه انا خفضت له اكتر، صح ولا غلط؟ غلط. زي غلط، ما انت قلت لي لازم اسمع شويه. ما 80. طب ماشي، انا بقول لو عند 110 حضرتك شلت 30 80 ماشي، عند 100 حضرتك شلت 30 35 ماشي، حضرتك هتسمع شويه بس هتسمع مين؟ هتسمع صوتي ترددي في حدود ال 80 85 بالظبط. في اصوات بتبقى اقل من كده، وبالتالي وارد ان انا ادي لحضرتك حاجه اوصفها صح بس تعمل لحضرتك عزف. يعني ايه عزف؟ يعني ما تسمعش الاصوات الحاليه، زي مثلا فكره انه الفاير دريل دي ضربت وحضرتك مش سامع نتيجه ان انا وصفت لحضرتك حاجه غلط، عملت لك صمم. تمام، من ضمن الحاجات برضو في سوفت وير بينزل كل معده باختلاف نوع الصناعه تردد الماكسيموم بتاع الصوت بتاعها ايه، وبالتالي وحضرتك بتوصف بيفيدك ده شكل عامل ازاي. سيفتي شوز ليه؟ كمان تمام. انا لما اوصف سيفتي شوز وصفها اثنين، يعني ايه اثنين؟ من بره ومن جوه. يعني ايه من بره ومن جوه؟ بره على حسب الظروف اللي حضرتك بتشتغل فيها، وجوه دي مواصفات انا وانت هنتفق عليها. من بره اي حاجه غير الحراره العاليه، المواد الكيماويه والكهرباء، الجلد كويس. تمام؟ ترجم بقى الثلاث حاجات دول، يعني ايه الثلاث حاجات دول؟ يعني ايه مواد كيماويه ويعني ايه كهرباء عاليه ويعني ايه حراره عاليه؟ مادة كيماوية احنا اتفقنا بينا وبين بعض الماتيريا سيفتي داتا شيت اللي تقدر تقول الجلد هيتحمل ولا ما يتحملش. تمام، طب يعني ايه؟ بالظبط، يعني ايه حرارة بقى عليه؟ حريق. تمام ماشي، انا موافقاك. ايه كمان؟ المواد الملتهبة. يعني ايه المواد الملتهبة؟ درجات الحرارة بتاعتنا الاسفلت اللي على الطريق ده وارد انه بفعل الحرارة يبقى مادة ملتهبة. لو انا نقلت الحرارة دي للجلد عمل لحضرتك انه الجلد ساح واتنقل الحرارة لرجلك فعمل تشوه. تمام، طب يعني ايه كهرباء عالية؟ معناته اللي بعد حراره يكون لا كهرباء عاليه، يعني مقصود بيها الجزمه دي الجلد ده يقدر يتحمل كهرباء كهرباء قد ايه، تيار كهربي قد ايه. تمام، الكتريكال شوك زي ما بنقول. احنا في المعمل بنطلع الجزم، او الناس اللي بتشتغل على الجوده بتاعه السيفتي شوز بتطلع الجزم بتعمل لها تست على 220 360 ماكسيمم 600، وال 600 ده بيبقى الجلد ده داخل فيه نسبه حاجات ثانيه عشان تخليه يتحمل ال 600 فولت. يتحمل ولا عازل؟ عازل صح. ماشي، انا اقصد ان هو يتحمل، يعني حضرتك لما تقف في فولت 600 حضرتك ما تتكهربش وانت لابس. طب اعلى من 600، اعلى من 600 الجلد بيتحرق، يبقى حضرتك هتتكهرب وانت واقف لابس جزمة. يعني الجلد هيبتدي يفقد خواصه في مقاومه الكهرباء، وبالتالي وحضرتك لابس الجزمه ما بقتش جزمه عازله، يعني حضرتك هيحصل لك الكتريكال شوك وانت لابس الجزمه. تمام، طب ايه بقى ايه البديل؟ ايه البديل؟ وارد ان حضرتك تكون سمعت انواع مواد كيماويه كتيره قوي ليها خاصيه العزل ضد المواد الكيماويه.
في حاجة اسمها نايترايل، في حاجة اسمها كيفلر، في حاجة اسمها نيوبارين، في حاجة اسمها لاتكس. كل دي أسامي بتقدر توفر حماية ضد مواد كيماوية. تمام؟ بس يهمني برضو مين من المواد الكيماوية حضرتك بتتعامل فيه معايا؟ مين؟ كل حاجة تقدر توقفها بحاجة. زي ما أقول لحضرتك، أنا سألتك من شوية الشعاع، الشعاع ده في شعاع أقدر أوقفه بورقة، شعاع أقدر أوقفه بحيطة طوب، شعاع أقدر أوقفه بشيط رصاص. تمام؟ يمكن من ضمن حكمة ربنا كمان إنه أكتر حاجة بتعزل الإشعاع المية. المية بتعمل عزل كويس ضد أي نوع من أنواع الإشعاع. وعشان كده من ضمن الحاجات اللي عندنا برضو هنا في مصر، عندنا وحدة تشعيع. وحدة تشعيع يعني بتعالج أو بتطول العمر الافتراضي بتاع أي منتج عن طريق إشعاع. بديله جرعة إشعاع، بعدي المنتج كده قدام وحدة تشعيع بتطلع شعاع تعدي عليه. طيب عايز أوفر حماية للناس اللي بتشتغل في الحكاية دي، أحط الوحدة بتاع التشعيع دي في بير مية عشان تعمل عزل للناس. وبالتالي الوقت اللي أنا مش محتاجة فيه وحدة التشعيع دي بتنزل أوتوماتيك جوا بير مية عشان خاطر الناس تبقى موفرة لها حماية. الناس اللي داخلة تعمل صيانة للوحدة دي من جوا بحكمة ربنا. سبحان الله، سبحان الله. من جوا بقى، من جوا بقى حضرتك عايز ايه؟ على حسب المخاطر اللي حضرتك عايزها أنا هقول أوصف الجسم من جوا ازاي. تمام؟ الخطر هيوصل لصابع حضرتك ولا هيوقف للمشط؟ ده موجود وده موجود. يعني ايه ده موجود وده موجود؟ في الجزم حته حديد بتبقى لحد الصوابع، وفي حته حديد لحد المشط. متوقع حضرتك الحمل اللي هيقع على رجلك في حدود قد ايه وعلى اي حته بالظبط؟ تمام؟ ادي لحظه نمره 2. هل وارد ان نوصل لرجل حضرتك من تحت حاجه فنحط شيء صلب زي ده كده من تحت؟ وارد، بس لو الجزم متوصفه صح بيطلع النعل الاول مقاوم للاختراق، وبالتالي لو انا شفت حته الحديده دي ملهاش لازمه. تمام؟ الجزم الحديثه ده الموديل القديم الستاندرد اللي احنا متعودين عليه، اللي هو حته حديده من قدام وحته حديده من ورا، صح؟ تمام؟ الجزم الحديثه اللي نازله دلوقتي اللي من قدام ده بولي كربونات بلاستيك، ومن تحت انا شلت حته الحديده وحطيت شيت كده، الشيت ده مدعم بالياف، يبقى انا شلت احتمال ان الضرر كمان يوصل لرجل حضرتك من الحكايه دي. ليه؟ سوء الجوده او سوء التصنيع بتاع المنتج ايه اللي بيحصل؟ انا اسف التعبير، واحنا كمان عندنا المشكله من المشاكل دي. حته الحديده اللي من قدام دي وارد لو انا ما عنديش ضمير او ان انا ما عنديش كفاءه في التصنيع احطها، وبالتالي لما يقع حمل على رجل حضرتك ايه اللي يحصل؟ حديد لا، حته الحديده دي بتلف وتدخل جوه صابع حضرتك فتعمل بدر، ودي نفس الفكره. وبالتالي فكره ان انا استغنى عن المواد دي بحاجات ما تسببش ضرر ده بقت ميزه. دي احدث حاجه اللي وقعت. طب اللي عايز يتفضل نشوفه يا طارق. والله انا ممتع مرروا علينا واليوم كل الصناعات هيك مهندسين. لانه بين انه الحديد بأثر على القدم. لا انا لو انا وحضرتك لو اتفقنا احنا في المعمل بنعمل ايه، او انا عايز الجزمه دي تشيل قد ايه الاصابات يعني. معلش بالتحديد ده اللي بيحصل في المعمل. انا بجيب كور حمل، الحمل ده انا برميه على وش الجزمه من قدامي. وش الجزمه ده بنرمي حمل 20 كيلو من على ارتفاع ممكن يوصل مترين مثلا. الله ينور عليك. 20 في 2 40 في 10 عجله جاذبيه، يعني المفروض على وش الجزمه ده يوصل 400 كيلو. 400 كيلو حته الحديده بتاعت حضرتك تقدر تستحملهم ولا هتتني وتدخل في رجلك؟ لو التانيه دخلت في رجل حضرتك بقت اصابه ما بقتش سيفتي شوز. طب ايه اللي يمنع ان انا احط حته البلاستيك اللي في ايدك دي تشيل ال 400 كيلو؟ وعلى الاقل لو اتكسرت الضرر اللي هيوصل لرجل حضرتك هيبقى اقل. ده بالاضافه ان الناس دايما بتشتكي من فكره السيفتي شوز اللي فيها حديد ان وزنها تقيل. اه بس دي تقيله ذاتها. نعم بس الجزمه دي تقيله جدا. دي اخف من الحديد. هذه مقاومة للحريق. تتحمل درجة حرارة. تتحمل درجة حرارة. مكتوب عليها يعني. النعل ده عازل للكهرباء. النعل ده بولي إيثيلين ده عازل للكهرباء. شفت مستخدمه هنا. اللي نعم. يعملوا في المناجم. اللي بيعملوه في المناجم. تمام. درجة حرارة كبيرة أو. حلو. 50 درجة. حلو. صح. زي ما الجلد ما بتحرقش إلا بعد كده بشوية. 50 درجة. بعد كده بشوية. تقيلة برضو. حضرتك عايز توفر حماية للمواد الكيماوية من تأثير أسفل حماية الجهاز التنفسي من تأثير ملوثات مين؟ الغازات. تمام. حلو. تمام. الغازات.
غازات تمام. نقص الاكسجين في حد ذاته ملوث. نقص الاكسجين في حد ذاته ملوث، يبقى لازم الاول اقيس نسبه الاكسجين اللي احنا بنشتغل عليها. ربنا لما خلق الكون خلق نسبه الاكسجين اللي في الكون 20.9999 ماشي. 21 دول احنا ما بنشتغلش على 21 على حسب المواصفات العالميه بتقول حضرتك بتشتغل في مدى امن من 19.5 لحد 23. اقل من 19.5 بيحصل شويه اعراض، واعلى من 23 بيحصل شويه اعراض بتنتهي للوفاه. تمام. 19.5 ل 23 حضرتك عايز تعرف الاعراض بالظبط اجيبها لك ماشي. المطلوب مني ان انا اوفر حضرتك حمايه اقل من 19.5. ده اول سؤال. اقل من 19.5 يعني معناها حضرتك بتشتغل في جو ما فيهوش اكسجين زائد فيه ملوث. مين الملوث ده؟ حضرتك عرفوني. وبالتالي مين اولى؟ الراجل بيدخل جوه التانك او بيشتغل في الكونفايند سبيس خزان ولا نفق تحت الارض ولا 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 بيتعرض لمخاطر نقص الاكسجين. ده بالطبيعه كل ما حضرتك تنزل تحت الارض الاكسجين بيقل تمام. زائد نزل تحت بقى في مواد عضويه، في ابخره لحام، في الله اعلم. يبقى الاولى ان انا ادي له اكسجين. فالحاله اللي احنا بنشتغل عليها ان انا بدي حضرتك اسطوانه زي اللي قدام حضرتك دي، في العموم بيبقى وزنها 8 كيلو فيها 8 لتر هواء، تكفي حضرتك في المتوسط من 15 دقيقه ل 45 دقيقه بناء على عوامل كتيره. اولهم طول حضرتك ووزنك ليهم علاقه في معدل الاستهلاك بتاع الاكسجين، وبالتالي اقدر اقول هم 15 ولا اكتر. ادي واحده. نمره 2 الشغلانه اللي حضرتك عايز تشتغلها تحت مين؟ يعني ايه مين؟ كل شغلانه ليها معدل استهلاك هواء من اول 15 لتر دقيقه لحد 60 لتر في الدقيقه. تمام. ثالث حاجه حاله الرئه بتاعت حضرتك. يعني ايه حاله الرئه بتاعت حضرتك؟ هل الرئه بتاعت حضرتك بالظبط تستحمل ان انا اديك هواء مضغوط فتره زمنيه ولا بتستحملش؟ وبالتالي لازم اعمل فحص طبي قبل ما اديك الاسطوانه ومع الاستخدام عشان اشوف الهواء المضغوط ده بيعمل ايه في الرئه. تمام. قلت من 15 ل 45، يعني بمجرد ما الضغط اللي جوه الاسطوانه ده بيقل بتبتدي تطلع صفاره كده، ده معناه ان حضرتك تسيب المكان اللي انت موجود فيه وتطلع. طب الكلام ده بنستخدمه فين؟ بالكمان دي اخر حاجه جت عندنا في مصر. تمام. ياباني حضرتك بتستخدمه فين؟ لو قامت حريقه لا قدر الله حضرتك مش عارف تتعامل معاها، في ملوث احنا مش عارفين نقيسه. زمان الناس كانت بتعمل ايه؟ زمان الناس كانت بتعمل ايه؟ من 50 ولا 60 سنه لما تيجي تبني عماير كانت بتحط في الحيطه كده شيت اسبستوس. تمام؟ بعد 50 ولا 60 سنه حضرتك اكتشفت الاسبستوس ده بيعمل تحب الرئه، تحب الرئه، وفاء. وبالتالي انت منعت انك تستخدم الاسبستوس دلوقتي كعازل، مع انه من افضل العوازل للحراره على الاطلاق. طيب حل بقى مشكله العمارات اللي انت بتهدها بعد عمر الطراد. ده واحده من حلول انك توفر للناس وسيله تمنع وصول الاسبستوس للجهاز التنفسي. تمام. السؤال الثاني ده حضرتك قست لقيت اعلى من 19.5% زائد ملوث. مين الملوث ده؟ تراب ولا غاز ولا الاثنين؟ والله لو تراب احنا بنتعامل مع نوع من الفلاتر بنسميه فلاتر ميكانيكيه بالحبس، زي دي ميكانيكيه بالحبس، حته قماشه عامله زي المنخل ليها مسافه بينيه تحجز التراب على سطحها وتعدي الهواء نظيف. بس التراب اللي بتستخدمه مين عشان اعرف اقول لحضرتك اي نوع من الكمامات؟ بتتصنف فئه واحد وفئه اثنين وفئه ثلاثه، دي اشرفهم اللي هي الفئه ثلاثه للناس اللي اللهم احفظنا اللي بتعرض لتراب ممكن يكون بيسبب سرطانات. تمام. فده بيسموه فلاتر ميكانيكيه بالحبس، بيبقى فيها من قدام كده زي محبس. المحبس ده وارد ان حضرتك تلاقيه وما تلاقيهوش، بس الهدف منه انه يطلع يحدد مسار الهواء الزفير. حضرتك خدت اكسجين او هواء من كل الفتحات بتاعه النسيج، الزفير بيطلع منين؟ عامله له طريق يطلع. تمام. غير الفلاتر الميكانيكيه بالحبس هي اسمها فلاتر الكتروستاتيك. يعني ايه الكتروستاتيك؟ الميكروب او العدوى اللي حضرتك بتتعرض لها في المطاعم او في المستشفيات او حتى انفاق الصرف الصحي. الميكروب عشان اوقفه ما يدخلش جوه مجال التنفس بحضرتك لازم اضحك عليه. بضحك عليه عن طريق ان انا ادي الفلتر ده شحنه بكهرباء فتجذب الميكروب يقعد عليه ويدخل حضرتك هواء نظيف. ده شكل تاني. اللي في ايد الباشمهندس، اللي في ايد الباشمهندس دي فلاتر بنسميها فلاتر كمامي. كمامي يعني حضرتك قست ملوث غاز
الغاز اللي حضرتك استومين واحطه جوه العلبه دي ماده كيميائيه تتفاعل مع الغاز ده بس، مع الغاز ده بس، تمام؟ طب حضرتك بتتعرض لغاز وتراب، ده فلتر غاز وده فلتر تراب اللي في ايدك بص عليه. ليه بقول لك ده احدث حاجه نزلت مصر؟ يعني احنا بنغير روبوت الماء حسب طبيعته. انا فكيته، انا فكيته، يعني معناها البتاع ده بعد شويه بترميه ملوش لازمه، وهات واحد بدال خلاص بقى يوسلس. يعني استعمال مره واحده، استعمال مره واحده ولا لا؟ ما ده اللي انا كنت هقوله لك من شويه، وده اللي الباشمهندس قال فيه من شويه. ليه انت جبت فلتر زي ده بعد فتره عايز تحكم كان سليم ولا مش سليم؟ في طريقتين. ايه الطريقتين؟ اول حاجه حضرتك استخدمته وبعدين ظهرت عليك شويه اعراض، شويه الاعراض دي اللي تخليني اقول ان البتاع ده باظ مني. ده طريقه بالممارسه، طريقه بالحساب بالورقه والقلم، دي شغل الناس بقى اللي هم التكنيكال قوي اللي عايزين الحكايه كلها تبقى يعني. وانا دكتور مهندس يعني تحت امرك، بتعرف انه شغال تحت امراض يعني؟ لا ما اقصدش يا باشمهندس، يعني انا اقصد ايه؟ تكنيكال يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مشرف على ناس كتيره قوي. نعم. الناس الكتيره دي انا بجيب لهم الفلتر واحسب لهم عشان بعد فتره معينه اقول لهم ليه الفلتر اللي معاكم. او ان اعلم الناس اللي بتشتغل شويه اعراض لو ظهرت عليهم دي معناها ان الكمامه دي باظت ترمي. خلينا نبتدي بالاسهل، شويه الاعراض. ايه هم شويه الاعراض؟ المفروض ان انا جايبه الكمامه دي لحضرتك عشان تمنع انك تشم ابخرك اي غاز وليكن اتش 2 اف مثلا. تمام؟ طيب حضرتك لابس الكمامه دي وبتشم ريحه اتش 2 اف، ده معناه ايه؟ بالظبط ان الفلتر ده الماده الكيميائيه اللي جواها بقت اكسباير خلاص، طريقه صالحها باظت، او ان هي تشبعت قوي ومش قادره، مفيش حاجه ثانيه تخليها تتفاعل، وبالتالي باظت حضرتك مين؟ ده واحد. الثانيه لو انا سددت الفلتر ده، لو انا جيت قلت لحضرتك سد مراكزك، حضرتك هتبتدي تشتكي بايه؟ بعد شويه ان حصل اختناق او ان حضرتك دخت وصدعت نتيجه ان مفيش اكسجين بيوصل للمخ. فدي شويه الاعراض اللي نعرف نعلمها للناس العمال بتشتغل بالحكايه. الطريقه احسن من الطريقه الورقه. تمام، لكن حساب بالورقه والقلم ممكن اقعد انا وانت نحسبها بالورقه والقلم. لا هي الطريقه احسن. زي ما انت عايز. يعني مهندس يعني عمليه مش مهندس اكمل بس حاجه عشان حضرتك تقول لي، عشان معلش ابقى فاكر فكره الفلتر. مش مهندس انت قلت فلتر غاز وفلتر تراب، انا اديتك الفلتر في ايدك ليه تبص عليه؟ بص يا باشمهندس ده فلتر تراب، بص كام فلتر ملفوفين على بعض. حاجه من ضمن الخواص اللي بتميز الفلاتر في حاجه اسمها درجه الاعاقه للتنفس. يعني ايه درجه الاعاقه للتنفس؟ حضرتك لما تيجي تاخد الهواء بتاخده ازاي؟ يعني ايه بتاخده ازاي؟ لا مش فاهم يعني ايه بتاخده ازاي؟ يعني بتشمه كده الهواء بيدخل بسلاسه ولا لازم قوي كده؟ جامد قوي كده، ده معناه ان الفلتر ده مش كويس. فكل ما زودت مساحه السطح دي ده معناه ان الفلتر بتاع حضرتك اكثر كفاءه. وعشان كده ده بقول لحضرتك دي اخر حاجه نزلت عندنا في مصر، ده ياباني اصلا. يعني يتغير ولا يمسح؟ لا يترمي. انواع يترمي خلاص. هو انواع بالنسبه للفلتر. بالظبط. انا قلت لحضرتك في البدايه ايه؟ اللي ياخذ من الصيدليه هذا العادي اللي لا ده يشتغل على تراب لكن ما يشتغلش على غاز. غبار يعني عادي. ما يشتغلش على غاز. كل علبة كل علبة بيبقى عليها لون، اللون ده يقول العلبة دي تشتغل مع ايه. بص حضرتك اللي في ايدك كده اللي جنبك هتلاقي مرسوم عليها الوان، دي معناها تشتغل على ايه من الغازات. انا ما كنت بحكي عن الشغل، يعني انا الكمام استعملتها بالعمل، بعد ما اروح من العمل احطها في مكان معين ولا اعلقها يعني في شيء خاص؟ في نوعين من الكمامات، كويس ان حضرتك قلت في نوعين من الكمامات. نوع حضرتك تستخدمه فتره وبعد كده ترميه، يعني تشيله تخزنه في مكان مقفول بعيد عن التراب وبعدين بعدين كده ترميه، ده نوع. نوع تاني زي العلبه اللي في ايد حضرتك دي بيسموه فلتر ميكانيكي، يعني ممكن حضرتك تاخده وتغسله في الغساله. لا مش ده. وترجع حضرتك تستخدمه تاني. زي ده قابل للغسيل. دول برضو فلترين مع بعض، ده تراب وده غاز، ده تراب ده فلتر تراب اهو وده فلتر غاز. تمام، بس لو حضرتك غسلت ده في الغساله الخاص بتاعته ما تتاثرش عادي. بس لازم يكون ده موضح عليه، مش اي حاجه بينفع تتغسل للغساله وترجع تحتفظ بنفس الكفاءه. لا في حاجات وان يوز حضرتك تستخدمها بمجرد عمرها الافتراضي خلص ترميها، في حاجات تغسلها وترجع تستخدمها تاني، لازم يكون منصوص على ده اصلا في اللي هيبيع لك المنتج او اللي عمل لك اختبار. اللي في ايد حضرتك ده بالاضافه انه ده اخف وزن، ده وزنه 400 جرام. لا مش ده، ده ايديك بقى
توفر لك مالي. ما في حاجة أقولي ولا رد إليك توفر لك مالي. قول في سؤال أرد ولا رد يعني. حضرتك تقصد قطعة انت بتجاوب على تمام قطعة ايه كمان خدوا الجوانتيات وصعها عشان احنا نحكي مع بعض على الجوانتي طبيعي تمام اي اول حاجة بنيجي ندور عليها لما حضرتك تيجي توصف حماية لملابس واقية او جوانتيات تمام الكيمياء بنخاف منها ليه بنخاف منها لو انا جبت لحضرتك اي مادة المادة دي خواصها الكيميائية كويسة قوي يعني مقاومة للاحماض مثلا بمجرد ما دخلت عليها اي عمليه ميكانيكيه بوظت الخاص دي يعني ايه عمليه ميكانيكيه يعني ايه عمليه ميكانيكيه عمليه حركه مواد حركه ماشي ده المقصود بيها يعني انا لبست الجوانتي ده وحطيت حاجه هنا وبعمل عمليه احتكاك او صنفر ماشي ده واحده من الميكانيكا ايه كمان ميكانيكا ايه كمان ميكانيكا ارتفاع وانخفاض درجات الحراره عمليات ميكانيكيه تمام انك تشد حاجه عمليه ميكانيكيه تمام ان حضرتك تخرم حاجه دي عمليه ميكانيكيه وبالتالي لو الجوانت اللي في ايد حضرتك جاي لك انه كويس قوي للمواد الكيماويه وانا دخلت حاجه دخيله عليهم من العمليات الميكانيكيه دي باظت خاصه الكيمياء اللي في ايد حضراتكم دي نماذج الجوانتيات وحضرتك هتلاقي على كل جوانتي استخدامه ايه حضرتك هتلاقي على اي جوانتي من دول مرسوم عليه لوجو كده خلينا نتفق اي حد يرفع في ايده جوانتي وانا اقول ده بتاع ايه عشان تمام اللي في حضرتك ده هو اللي انت كنت بتقول عليه من شويه ده مضاد للقطح تمام ده مضاد للقطح بس في واحد احسن من التاني في واحد احسن ده وده مضاد للقطح بس في واحد احسن من التاني ده احسن من ده ده هو ده هو الياف صلب وبالتالي لما حضرتك تيجي تشده او تيجي حاجه تخترق مش هتقطع تمام ده مقاوم للقطع بص بص بدرجه اقل وراعي فيه حضرتك ايه بصوا كده ايوه ده القطع بس ده مقاومته اقل شويه تمام حضرتك لو بصيت عليه هتلاقي مرسوم عليه لوجو ده معناه انه مقاوم العمليه الميكانيكيه العمليه الميكانيكيه اللي هي مقصود عليها قطع تمام ماشي حاجه تمام المهندس اللي بيشتغلوا في ال حضرتك تقصد يا باشمهندس اثناء عمليه الدبح نعم تمام مقاوم الحراره وين نعم صح دي الكفوه واحد مقاوم للبرود هندسيين مقاوم للبرود مش مهندس انا معايا صوره ليك بس انا هوصفه لك اكتر وحضرتك لما تيجي تقطع حاجه حضرتك عايز ايه عايز لما تستخدم السكينه ايدك ما تتقطعش فبنستخدم جوانتي ستلس ستلس الستلس بيبقى مخرط زي القطن ده بهدف ان حضرتك تحكم السيطره على السكينه اللي في ايدك وفي نفس الوقت لو السكينه نطت في ايدك ما يتقطعش تمام بس ده غالي جدا ده الاوريجينال بتاعه غالي جدا الماني بيبقى لحد هنا او لحد هنا بيتباع بالفرده لانه في الغالب في الغالب اللي بيستخدم الحكايه دي بيحتاج فرده واحده بس ما بيحتاجش شيء في الملاحم عندنا بيستعملوه تمام هو معايا صورته بس في البرزنتيشن انواع ولا معايا نوع واحد بيبقى دايما استانلس اللي بيفرق الطول حضرتك عايز رقم النص اديها لحضرتك تمام ايه ده كيفلر ايه كيفلر ده كيفلر ده مقاوم للاحتكاك اشد ماده كيماويه مقاومه للمواد الكيماويه والاحتكاك حضرتك لو عملت كده مش هيفرق تمام مؤخرا الناس تفكر في فكره هل ينفع استخدم الكيفلر ده في صناعه مهمات الوقايه بتاعه الاغراض العسكريه او الملابس العسكريه او لانه مضاد للاختراق فبيفكروا دلوقتي حاليا انهم يستخدموه في صناعه اللي هي البدل والخاوز والكلام ده تمام طيب ايه كمان ايه كمان اللي في ايد الباشمهندس فيه ثلاث انواع من الجوانتيات الثلاثه المواد الكيماويه الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم استاذنك بس خليك خليك في واحد كمان لا اهو دول كيمياء كلهم بس مين كيمياء بتاع ايه يعني مين فيهم ده بي بي سي بي بي سي ده اضعف انواع البي بي سي ده المواد الكيماويه ضعيفه قوي يعني حضرتك بتشتغل في معمل تجارب مثلا معمل جوده
تستخدم مواد كيماويه مخففه فممكن تستخدم ده. تمام؟ ايه دول بقى؟ ده وده الاول. ده النيترايل اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه هو مقاوم كويس للمواد الكيماويه بس تحت شرط. تحت شرط ايه؟ درجه الحراره ما تعلاش، لان لو درجه الحراره عاليه الكوانتي بيفقد خواصه المقاومه الكيماويه. ده احسن شويه المواد الكيماويه. الناس اللي بتستخدم بتشتغل في صناعه الاكل والكلام ده ممكن تستخدم ده، مكسبات الطعم والحاجات دي، ده ممكن كويس وفي نفس الوقت بيبقى معالج ضد عدوى الميكروب انه ينقل العدوى والحاجات دي. احسنهم على الاطلاق ده، ده كيمياء كويس قوي. بس تيجي تدور على الميكانيكا، يعني ايه ميكانيكا؟ يعني سخنه اتعمل في قطع وشد واحتكاك الجوانت بيفقد خواصه. تمام؟ الفرق بين ده وبين ده، ده ميكانيكا كويس قوي. يمكن انا قصدت ان انا ادي لحضرتك ايدك عشان حضرتك تحس بالملمس. بص حضرتك الصوابع بتاعته تقيله، وبالتالي مع اي عمليه ميكانيكيه بقى صعب انه يحصل انه يوصل الضرر لصوابعك. لكن كيمياء، كيمياء تعبانه قوي. ماشي؟ فعلى حسب حضرتك الشغلانه بتاعتك عايزه مين احسن، كيمياء اكتر ولا ميكانيكا اكتر؟ اعرف اوصف مهمه وقايه شخصيه كويس. وحضرتك هتلاقي اللوجوهات دي مرسومه على الجوانتي، ده برده من ضمن الجوده، ان انا لو بشتري منتج وعايزه اتاكد ان الحاجه اللي جايه لحضرتك دي مطابقه للمواصفات، حد عمل لها اختبارات، هتلاقي المواصفات دي متوحده على اي منتج بتاع مهمه وقايه شخصيه. تمام؟ فاضل ده ايه ده بقى؟ مضاد للقطع. مضاد للقطع اه، بس لمين؟ لمين؟ لا هو في اثنين، الاثنين بتصنفوا على انهم ميكانيكا، الاثنين بتصنفوا على انهم ميكانيكا. تمام؟ ده للناس اللي بتشتغل في عمليات التحميل، بتشيل حاجه. دايما لما حضرتك بتيجي تشتري جوانتي وتيجي تشيل يبقى انت عايزه من جوه مخرفش كده عشان تضمن لما تشيل الحاجه ما تزحلقش من ايدك. طيب دايما اي واحد بيشيل اكتر عزم بيروح فين؟ بيروح على الحته دي، فالجوانتي دايما يتقطع من الحته دي. لكن جم هنا حطوا دعامه عشان لما حضرتك خلاص ما يتقطعش، يبقى انا ضامن ان الحاجه اللي انا شايلها مش هتقع، في نفس الوقت مش هفقد الجوانتي كل شويه. دي واحده. الثانيه ايه ده؟ محدش علق على ده؟ ده بتاع عمليات ميكانيكيه. بس المقصود بالعمليات الميكانيكيه ايه؟ فكره ان حضرتك بتربط حاجه او بتفك حاجه. تمام؟ اه انا عايز حاجه تقدر ان حضرتك تستخدم معده يدويه وتحكم السيطره عليها وفي نفس الوقت ما يولدش شحنات استتكال. الناس اللي بتشتغل في تجميع البوردات الصغيره قوي، البوردات الصغيره قوي، وبالتالي انا عايزه احكم سيطره على معدات وفي نفس الوقت مفيش حاجه تقع مني. فاضل لنا حاجتين. اكتر حاجتين بنخاف منهم لما اجي اوصف ملابس واقيه، فكره حضرتك هتلبس ايه. تمام؟ اكتر حاجتين بنخاف منهم الحراره والتراب. اشمعنى؟ اشمعنى التراب لو وصل لجلد حضرتك بقى سهل انه يوصل للجهاز التنفسي، يبقى انا ما عملتش حاجه. تمام؟ فلازم ندور. نعم؟ متصل جدا. تمام؟ لا بيوصل للجلد بقى سهل انه يوصل للجهاز التنفسي. تمام؟ بقى اسهل حاجه انه ابتدينا نعمل نسيج زي ده، نسيج ده خمس طبقات فوق بعض داخل فيهم القطن والنايلون بنسب مختلفه. حلو؟ لحد الطبقه الاخرانيه اللي جنب جلد حضرتك دي اللي عايزاها تمنع بنسبه 100% النفاذيه، فبالتالي بتبقى متخيطه كويس، متعشقه كويس، دخل فيها نسبه مواد كيماويه عشان اضمن ان السطح ده المسام بتاعته خلاص اتقفلت مش هتوصل تراب لحضرتك. دي واحده. الثانيه الكلام ده حضرتك بتشوفه امتى؟ عند حضراتكم. حد يعرف من حضراتكم عمليه المرشمه او الساند بلاست؟ تمام. الراجل ده بيتعرض لتراب جامد قوي، انا وفرت له احمال الجهاز التنفسي عن طريق اسطوانه بالهواء الممدود او طيب جلده، فلازم البدله تبقى مصنوعه من حاجه غير منفذه للتراب. تمام؟ ادي واحده. اثنين الحراره، يعني ايه مفهوم الحراره؟ الحرارة احنا بنترجم عنها في حالتين، يا اما لا قدر الله. تمام؟ لا حالتين، حالتين والحالتين هتقولي زي بعض ولا مختلفتين؟ لا قدر الله قامت حريقه. تمام؟ ولا واحد بيشتغل قدام فرن، الاثنين يلبسوا زي بعض ولا مختلفين؟ مختلفين. مختلفين من ناحيه اللي واقف قدام فرن ده بيستقبل حراره مستديمه. تمام بالظبط. فانا عايزه حاجه تعزل الحراره اللي جسمه مستقبلها، فبتلبسه بدله زي دي. البدله دي مصنوعه من سبيكه الالومنيوم مش الالومنيوم. ليه؟ الالومنيوم العادي ده موصل للكهرباء وموصل للحراره، فهيحس ان جسمه سخن وبالتالي هيحصل له احتباس حراري وارد ان هو يموت واقف في مكانه. تمام؟ لكن لما تديله حاجه تعزل الحراره يبقى هو واقف بيشتغل عادي خالص مش حاسس بالحراره اللي حواليه. ده بالاضافه ان سمك الطبقات اللي تحت منها كمان بتحسن من مواصفات البدله. دي واحده. الثانيه، الثانيه فكره ان حضرتك داخل تطفي حريق، يبقى حضرتك عايز ايه؟
عايز بدله تؤخر يشتغل زي دي. دي بدله داخل فيها الياف صناعيه تمام. الهدف منها انه لا قدر الله لو حضرتك بتشتغل في مكانك في معمل مثلا ولا حاجه دي مقاومه للكيماويات والاضطراب وانت واقف في مكانك لا قدر الله قامت حريقه وارد ان حضرتك تبتدي تتعامل مع الحريقه وانت واقف في مكانك ماشي. بس دي ما بتتحرق يا دكتوره؟ نعم. ما لا جواها الياف صناعيه تاخر الاشتعال. ايوه والله. تتحمل كم تقريبا؟ تتحمل قد ايه؟ يعني ايه تتحمل كم قد ايه؟ يعني درجة الحرارة قد ايه؟ مثلا يعني لا ولا كده انا جرب مقاوم الحريق مقاوم الحريق مش مهم على حسب اللي بيتحرق اعرف اوصف لحضرتك بدلة. حد عنده ولاعة؟ مقاوم الحريق كمان؟ ما شاء الله هتولع عايز ال هتولع في ال هتولع وال تسوي فرفة وعادي تحقق يعني وتمام وال والألارم مش هيعمل حاجة انت متأكد؟ لا لا الدخان نعم تحت امرك. يلا مقاومه المواد الكيماويه او مرعي الكيماويه والحاله قدها طب ده المهندس اللون مش له دور في الموضوع كله اللون يعني اللون في عمليه التغليف يعني ايه لون يعني الحته الخضراء اللي ورا دي لا ده اللون اللي قد ما لهاش ايش اللون البدله يعني لا دي ما لهاش اصفر عليك اشوف يعني يكون لون اصفر يكون مميز مش هو في فرق بين حالتين في فرق بين حالتين اعتقد ان انتوا فهمتوني غلط دي يعني حضرتك واقف في مكان شغلك اعتقد معمل ولا معمل مواد كيماويه وقامت حريقه فجاه فاللي انت لابسه بيوفر لحضرتك حمايه من تاثير انه تتعامل مع الحريق دي حاله غير ان حضرتك داخل تطفي حريقه دي حاله ثانيه نعم نعم وبالتالي ده الحاله اللي انا اقصدها العامل نفسه ايوه فكره انه قامت حريقه وخلاك حضرتك تغير هدومك عشان تيجي تتعامل مع الحريق طب ان كانت البدله بتاعت حضرتك فيها خاصيه ان هي مؤخره الاشتعال او ان هي ما تبلعش بقت ميزه المفروض يلبسونا سلفاي لا دول يلبسون ناس الوقفين في معامل انا مديك حضرتك يونيفورم اليونيفورم ده عشان وانت واقف ما يحصلش هدومك تلوث وفي نفس الوقت لا قدر الله بفعل التجارب اللي انت بتعملها ولعت حريقه فالهدوم دي تهيئك ان انت تتعامل مع الحريقه دي وده اللي كنت قصدته في الفتره الزمنيه اللي حضرتك كنت توصل والله فكره بقى ان هم عملوا لك حته المثلث اللي ورا ده عشان يثبتوا ان المنتج بتاعهم ده ما بيأثرش على انك تحس بالحراره فالحته اللي من ورا دي زي ما يكون وسيله تكييف يعني عشان جسمك ما يسخنش دي اللوجوهات بتاعت اي مهمه نقليه شخصيه حضرتك بتشتريها عليها تقول اللي في ايدك ده اتعمل له اختبارات عشان يبقى مقاوم ليه تمام سواء تراب ماده كيماويه الماده الكيماويه احنا بنتعامل معاها بصورتين حضرتك بتقول له الماده الكيماويه ولا بترشها ده بيأثر في الزمن اللي بيحصل فيه تأكل تمام سهيتوا اخر حاجه حاجه المقصود بيها حزام الامان احنا بنستخدم حزام الامان طالما ان حضرتك بتشتغل على ارتفاع عالي تحديدا سباقات السقاله مستوى عالي والسلم سطح عالي توصيلات عمليات كهرباء محدده بارتفاع محدده بارتفاع متر و8 تمام اكتر من متر و8 اكتر من متر و8 تمام اي حاجه من الحاجات دي لانه بس الستاندردز الجديده الحين ما حددوا الارتفاع لا معلش المواصفات الجديده بتاعه السيفتي بتقول لحضرتك لو انت بتشتغل على سلم والسلم ده اقل من متر و80 ما يبقاش يفضل ان حضرتك تستخدم حزام امان ليه لانه وارد يعمل لحضرتك اعاقه ما يعملكش وسيلة حماية ده بالإضافة وأنا بس بقول ليه أكتر من متر وثمانين إشمعنى ليه أكتر من متر وثمانين لأنه الأحزمة الجديدة اللي الناس بتتعامل معاها أو الباراشوت أو فول بادي هارنس المص الصدمات اللي ورا ده بيبتدي يشتغل يحس بتأثير الوقع بعد المتر وثمانين عشان كده أنا قلت لحضرتك إيه أعلى من متر وثمانين لكن متر وثمانين الحزام ده مش هيشتغل ولا كأنك حاسس بتأثير الوقع كل اللي بيحصل إن حضرتك واقف على سطح عالي وجيت وقعت إيه اللي بيحصل مردود الوقعه دي بيروح لنقط التعليق اللي حضرتك بتشتغل عليها اللي هي كتافك وسطك ورجليك تمام اعلى من متر وثمانين اول الوقعه ما بتحصل نص الصدمات ده بيبتدي يطول شويه يحصل فيه افتطار بعد كده الباقي بيروح على كتافك وسطك ورجليك وبالتالي انا قللت من تاثير الوقعه وعشان كده من ضمن التوصيات اللي الناس دايما بتوصي ليها فكره ان حضرتك دلوقتي استخدمت الحزام الامان والبكره دي اشتغلت يعني اشتغلت حصل فيها افتطار تمام هتيجي تستخدمه مره ثانيه البكره دي لازم تتغير تمام لانه معنى كده ان حضرتك بتستخدمه وهو بايظ يعني مش هشتغل مردود الوقعه كلها هيروح لكتافك وسطك ورجليك يبقى انا ما عملتلكش حاجه عملت لك اصابه
وده تحديدا اللي خلى الناس تتجه لاستخدام فكره الباراشوت او الفول بادي هارنس. قبل كده الناس كانت بتستخدم ايه؟ حزام البنطلون او الايش، لو حضراتكم تعرفوا اسم الايش ده، اللي هو فكره حضرتك جيت وقعت، مردود الوقعه راح فين؟ وسطك بس، فعمل كسر في العمود الفقري وبالتالي الناس جالها شلل، يبقى انا ما عملتش حاجه. فالاسهل ان انا ادي لحضرتك حاجه تقلل من تاثير الوقعه. طيب ده اللي بيحصل في جسم حضرتك. النص الثاني فين؟ نعم. لا بس كيف يعمل هذا بالنسبه؟ كيف يعمل؟ طريقه عمله يعني. تمام. انا واقفه على الترابيزه دي دلوقتي، الترابيزه دي اعلى من 1.80 متر، جيت حضرتك وقعت فتعلقت في نقطه تثبيت ومردود الوقعه مشي في الحبل ده تمام لحد الماس بتاع الصدمات ده، حس ان في وقعه فيبتدي يطول، شال شويه من تاثير الوقعه، الباقي يروح فين؟ يروح لكتافك، حضرتك متعلق من كتافك ووسطك ورجليك، وبالتالي توزع. انت حسيت ان تاثير الوقعه قليل مش في نقطه واحده. لما بقول لحضرتك ان البتاع ده حصل له استطاله، يعني طول، يعني اتفك نتيجه ان حضرتك استخدمته مره قبل كده، لما يجي الحبل ينقل له شد هيلاقيه ايه؟ مش قادر يشيل. زي ما انت قلت لحضرتك شيل الترابيزه، طب حطه فوق الترابيزه وكرسي، هتقدر؟ لا. فبالتالي هيروح تاثير الوقعه دي كلها لجسمك، يبقى انا ما عملتش حاجه. ده اللي بيحصل في جسمي. طب النقطه الثانيه فين؟ النقطه اللي حضرتك بتتعلق فيها، الحبل ده مودي حضرتك لفين؟ لنقطة ثابتة المفروض ان هي تبقى اعلى من المنسوب اللي حضرتك بتشتغل عليه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تقدر تشيل مردود الوقعة. مردود الوقعة اللي هو المقصود بيه وزن حضرتك وعجلة الجاذبية والارتفاع اللي حضرتك بتشتغل عليه، ولو في رياح المفروض النقطة دي تقدر تشيل الكلام ده. من شوية الباشمهندس قال لي ابراج الاضاءة تمام تمام، وابراج التقوية بتاعت المحمول تمام، وابراج الاضاءة بتاعت الكشافات بتاعت السادات. الراجل اللي طالع عليه هنا عشان يعمل صيانه للكشافات اللي فوق هيطلع ازاي؟ المفروض على جسم الفريم، الفريم لو ده الجسم بتاع الفريم بيبقى معمول عليه قفص من بره كده عشان وهو طالع يبقى هو جوه القفص ده. بس في اوقات كتيره قوي الناس لما بتيجي تنفذ الحكايه دي ما بتاخدش بالها من حكايه القفص. يعني ما بتاخدش بالها من حكايه القفص؟ يعني حضرتك بص لو ده كده البورد اللي احنا بنتكلم عليه المفروض بيبقى عليه حاجه كده عشان هو يدخل في النص، عشان طول ما هو طالع يبقى محمي ما يقعش. بس في اغلبيه الاوقات احنا بننسى نعمل دي. ليه بننسى؟ ان انا اللي بيهمني الامان بتاع المنشا ده. المنشا ده في اغلبيه الاوقات بيبقى حديد صح؟ طيب انا بعمل لا حديد في اغلبيه الاوقات في الابراج بيبقى حديد تمام. الحديد ده يا دوبك يشيل وزنه. لما اجي اقول لحضرتك ضيف عليه القفص ده ايه اللي هيحصل؟ لا حضرتك هترفض ان انا اعمل اضافه. الاضافه دايما بتبقى بلحام. اللحام المقصود بيه يعني انا اضعفت المعدن الاصلي، بقت نقطه ضعف ان انا اكحم فيه، وبالتالي حضرتك هترفض. مبقاش قدامي غير ان الراجل اللي طالع يعمل صيانه فوق كده ندور له على نقطه ثابته نحط فيها حبل زي اللي قدام حضرتك ده بنسميه ستاتيك لاين. والراجل طول ما هو طالع نربطه بالحبل الرئيسي ده عن طريق حزام امان بوصله زي اللي قدام حضرتك. بس الحبال من يربطها اللي فوق ولا مجهز فيها البدايه؟ اي حضرتك ما تعرفش تلاقي في الجسم بتاع حضرتك نقطه ثابته فوق خالص. انا عايزه نقطه واحده، نقطه واحده نازل منها حبل حر زي ده. حضرتك بص الحبل ده نازل من نقطه بعيده خالص تمام. وسيله الاتصال بين حضرتك وبين الحبل ده الميكانيزم ده. ايه الميكانيزم ده؟ انا اللي يهمني فيهم حاجه واحده بس. ايه دي؟ حضرتك تعرف حزام العربيه لما تيجي تشده يروح ويجي تمام. انا عايزه حاجه زي كده بنسميها فرامل. طول ما حضرتك طالع مفيش مشكله، اول ما تيجي تقع تروح الفرامل دي موقفه حضرتك في نقطه معينه ما تنزلش المسافه دي كلها لحد الارض. يعني بنزل شوي شوي. لا مش هينزل خالص، هيفضل واقف في الحته اللي هو فيها. انا بحكي على السقوط يعني هو العامل هيفضل متعلق في نقطه واحده بس. اتفضل يا فندم. العامل بيكون لابس الحزام بس يسقط، بينزل شوي شوي يعني بس يسقط. لا مش هينزل خالص. يمكن معلق. اه هيفضل متعلق في الحبل الحر ده. يبقى انا ضمنت ان هو اتحمل رد فعل كويس في مكانه. وتظل معلق؟ اه. من ينزل؟ قديش الوقت يعني تظل معلق؟ ماكسيموم ربع ساعة. ربع ساعة. ماكسيموم ربع ساعة. وبعدين يعني وبعدين حد يجي يلحقه واحنا هنسيبه كده متعلق في السماء والارض. يعني بعد ربع ساعة. ده الماكسيموم. ليه يا باشمهندس انا بقول الماكسيموم؟ ليه بقول الماكسيموم؟ لان انا باخد في اعتباري ان الشد اللي هيتنقل في الفرامل دي تخليه ثابت في مكانه، اكتر من كده وارد الفرامل دي تبوظ. دي الفرامل دي هي النقطة الثابتة اللي حضرتك بتعلق فيها نفسك لو انا ما عنديش لايف لاين. بعد ربع ساعة بصير تأثيرات على العامل. وانا مش هسيبه متعلق ربع ساعة. حل يتسلقوا الجبال هذا زي المغامرين يطول اكثر يعني. تمام. دلوقتي كمان بقى في حاجة تانية.
النقطة الثابتة. أنا بقول إن أنا هشتغل في الحتة دي، النقطة الثابتة وارد تبقى السقف اللي فوق مني، وارد إن أنا ملاقيش نقطة ثابتة. بتتباع حاجات كده زي اللي بيطلعوا على الجبال صح، زي ما أنت بتقول تحطها وتستخدمها كنقطة تثبيت ليك وتربط فيها الحزام. إيش نظام الباراشوت اللي يقول؟ ما هو ده الباراشوت، هو ده الباراشوت. إن أنا لما حضرتك تيجي تقع، انا اسف، حزام البنطلون بتاع البنطلون العادي بتاع حضرتك وظيفته انه ماسك حضرتك من وسط البرص تمام، وبالتالي تخيل ان حضرتك مسكت الكوبايه دي وهدبتها مره واحده في الارض، ايه اللي هيحصل؟ الوقعه دي كلها راحت لوسطك، عملت كسر في العمود الفقري. لكن كل اللي انا عملته ان انا وزعتها، ربطتك مره من كتفك ووسطك ورجليك، التوازن يعني لجد التوازن، قللت التوازن. زي ما قلت اقول لحضرتك انا حطيت السفنجه جوه الميه بالظبط، السفنجه هتمتص شويه وبعدين تقف. انا مش عايزاها تبقى زي السفنجه، انا عايزاها كذا نقطه تنضم. حتى مهندس اللبس بده تدريب يعني كيف يلبس الحزام. صح. لا ومعلش غير التدريب، انا قلت لحضرتك انه كل مره هيستخدمه هيبص على الاجزاء بتاعته. انا خلصت صح، جبت لنا حزام معاك يا مهندس. معلش هي تقيله بس هي عندنا واحد في المركز، المره الجايه لما تشرفونا تمام. ملخص الكلام اللي انا قلته عشان ما ابقاش طويل على حضراتكم، مطلوب من حضراتكم انك تعملوا توصيف لمهمات الوقايه الشخصيه. اول حاجه بنبتدي ندور عليها فكره المخاطر اللي باشمهندس قال عليها، بعرف المخاطر. بعد المخاطر بدور على المصفوفه اللي انا عملتها، المصفوفه بتاعت حضرتك طلعت درجه خطوره، درجه الخطوره دي في كل الاحوال محتاجه استخدم مهمه وقايه شخصيه كحل اساسي ولا حل فرعي تمام، خط دفاع اخير زي ما انت بتقول تمام. انا وصفت لحضرتك مهمه وقايه شخصيه، يهمني ان هي تبقى مطابقه للمواصفات، المواصفات اللي احنا نوصل بيها حاجه حد بص عليها، حد عمل لها تيست. احنا هنا في مصر بنتعامل مع اوروبي، فهتلاقي اي منتج من اللي انا اديته لحضراتكم في ايده مكتوب عليه اي ان ورقم وتاريخ. الرقم ده رقم المواصفه، والتاريخ ده معناها ان كل سنه انا بسحب مواصفه وبعمل لها اصدار جديد. الانسي حضرتك هتلاقي مكتوب عليها اي ان اس اي، انسي تم اختبارها طبقا للمواصفات الامريكيه، ورقم وتاريخ برضه تمام. دوري ان انا وصفت لحضرتك مهمات وقايه شخصيه كويسه، دور حضرتك انك تعمل لها فحص بصري، يعني قبل كل استخدام حضرتك تبص عليها واعرف ازاي استخدمها وازاي اخزنها. الناس اللي بيحصل لهم او محتاجين وسيله حمايه للجهاز السمعي الجهاز التنفسي لازم يتعمل لهم كشف طبي دوري 6 شهور ماكسيموم سنه عشان اتاكد ان حالتهم زي ما هي. شرفت معرفه حضراتكم، واتمنى اشوفكم مره ثانيه، ويا رب اجابت عليها.